بسم الله الرحمن الرحيم. الاغاني اللي قدام حضراتكم الداخليه قررت وهي موجوده في الشوارع فيبقى فيها عربيات باغاني، يعني حضرتك كمان قاعد في البيت يامنك وكمان يعني يبسطك بدل ما تبقاش قاعد زهقان والناس تبقى قاعده متضايقه، لا بنشغل لكم كمان اغاني جميله ابن مصر واغاني وطنيه وزي ما بقول لحضراتكم هي دي ده الشغل اللي حاصل في عدد من المحافظات والشوارع في عده مدن وعدة شوارع على مستوى الجمهورية. وزارة الداخلية لأن هم اللي مسموح لهم موجودين في الشوارع بالليل، مفيش حد تاني، وحضرتك قاعد في البيت فزي ما انتم شايفين كده تلف العربيات وجايبين يعني مكبرات صوت جدا عالية جدا وبحيث ان كل الناس اللي قاعدين وشفت التصفيق قد ايه والتجاوب قد ايه من المواطنين في الشوارع، وادي عربيات وزارة الداخلية عشان كمان وحضرتك قاعد في البيت بتلاقي أغاني حسين الجسم كمان بيغني معاكم كمان، ويعني كل التحية لكل الناس اللي موجودين في كل مكان. شكرا ليكوا على الدعم الكبير، شكرا على جهدكوا الكبير، وأيضا شكرا أنكوا كمان تبسطوا الناس اللي هي قاعدة بدل ما الناس أيضا زي ما بقول لكم مش عارفين طبعا ملتزمين تماما بحظر التجول قاعدين في بيوتهم، فالداخلية بالليل بتلاقوا بيلفوا كمان بالأغاني زي ما بقول لحضرتكم في عدد كبير من الشوارع. في مهزلة قلنا يا جماعة النهاردة يوم محدش ينزل بلاش شواطئ، لو تروح تشوف السخنة حياة عادية جدا، ناس خرجت المصيف النهاردة الله أكبر بسم الله ما شاء الله قاعدين مع بعض عادي جدا. ده الأمريكان امبارح قالك كورونا دلوقتي بدل إنها تصيب إنك بتصيب بالنفس والكلام وقاعدين في البحر عادي جدا. ده دلوقتي يعني أنا بعرض لك لقطات من السخنة دلوقتي، ناس تاني بقول لحضرتك على الهواء قدام حضرتك العين السخنة الآن يا جماعة ناس عايشة في وضع العالم في حاجة وإحنا في مصر في حاجة تانية. ناس قررت انها تخرج، ناس قررت انها تروح النهارده بص حضرتك مع بعض جايبين بقى الاكل بقى والمحشي والزبادي والهيصه بقى والتونه والمش عارف ايه والطعميه نفطر مع بعض ونقعد مع بعض عادي مفيش اي مشكله. يا سيدي ده قال لك لازم متر بينك وبين التاني، ده الناس ناقصين بص المنظر، بصوا شاطئ السخنه شايفين شاطئ السخنه ايه دلوقتي، وتيجي تقول لي احنا العدد الحالات وصل 800 وشويه ويدخل على 900 يوصل على ده، احنا ربنا منجينا والله ربنا بيحفظ بلدنا، والله بيحفظ بلدنا من اللي انا شايفه قدامي ده السخنه قدامك على الهواء الان، ناس قاعده تماما وانزل الميه وكانه الميه دي بتطرد كورونا. بص حضرتك بصوا ناس ملهاش علاقه بالفيروس اللي بيضرب العالم، احنا في مصر عندنا حدوته تانية خالص وعندنا موضوع تاني، الناس مش عارفه البلد يعني عامله احتياطات عشان ما يجراش لينا اللي حصل بره، والناس قررت ايضا رايحه السخنه تاني النهارده ورايحين نازلين الميه وقاعدين مع يا سلام قرب شويه يا راجل ده واحد بيتكلم عن تليفون بيوريهم حاجات وهو عايز تماما ويضحكوا. يا سيدي الكورونا دلوقتي بتيجي من الكلام بتاعكم قريبين من بعض، مش معقول
مش معقول اللي قدام بعض ده والسمكه واللي مسك مش عارف ايه واصطاد ايه وعمل ايه. بيلعبوا. ناس بتلعب. هل انا النهارده ده كلام؟ ده اللي انا بشوفه ده كلام على الهوى؟ ناس تاني بقول يا مش قلنا الشاطئ دي مقفوله؟ مش في قرارات طلعت الاسبوع اللي فات الشواطئ مقفوله؟ هو محدش قفل شواطئ؟ هو محدش بيسمع الكلام؟ هو الناس بتصطاد كمان؟ يعني كمان عندنا كورونا والناس بتصطاد سمك؟ عندهم نفس؟ دي ايه اللي بيحصل بقى في البلد؟ طبعا لازم نصلي صلاة الظهر، لازم نصلي، محدش يقدر يتكلم هنا، صلاة خلاص صلاة، الله أكبر الله أكبر. فعدينا نروح نشوف اللي بيحصل ده. هل أنا النهاردة أقدر يعني لما بتشوف ده وتقول بلدنا، بلدك ربنا بينجيها، ربنا بيحميها، ربنا بيحميها، لأنه يعني ربنا يستر علينا. احنا في أصعب أسبوع، النهاردة آخر يوم في الأسبوع السابع، أصعب أسبوع اللي جاي اللي هيبدأ بكرة، الأسبوع الثامن اللي هو عامل في أمريكا، عامل في أمريكا، وكان معانا الدكتور حسام عبد المقصود امبارح، عامل في أمريكا يعني أمريكا النهاردة مش عايز أقول لكم 243 ألف إصابات في السوق. السوق في منشية، السوق المنشية في فيصل، الله أكبر. يا سلام سوق، هو احنا مش قفلنا الاسواق؟ هي الاسواق الشعبيه دي مش اتقفلت؟ يعني القرارات اللي بتطلع دي لما السيد المحافظ يعمل قرار او السيد الوزير يعمل قرار او السيد المسؤول يعمل يقول تعليمات وقرارات او رئيس مجلس الوزراء يطلع قرارات وتعليمات والسيد رئيس الجمهوريه يقول لحضراتكم لو سمحتوا التزموا البيوت اكتر وانضبطوا اكتر، هو يا جماعه اللي انا قدامي ده خيال علمي؟ هو احنا بنقول حاجة والناس بتطبق حاجة تانية؟ هي الناس ليه مش خايفة على نفسها؟ هو الأسواق دي مش لازم تتقفل؟ هو الناس واقفة بالعدد ده قدام عربية عشان يشتري فاكهة ويوزن واقفين ومفيش كمامة ولا فيش أي حاجة ولا حاجة خالص؟ ده إيه؟ إيه اللي قدامنا ده؟ ايه اللي فيه بلدي ده؟ وتشاوي يا سيدي شاف الكاميرا بيحيي الكاميرا بيحيينا واحنا بنحييك، بس بقول لك خلي بالك من نفسك، خايف عليكوا يا جماعه، خايف عليكوا. الناس عادي جدا، خلوا بالكوا الاحياء الشعبيه لما تدخل جوه، ولا اسكندريه دلوقتي، اسكندريه على الهواء، تعالوا نشوف اسكندريه وشاطئ اسكندريه واهل اسكندريه المحترمين، ناس عادي جدا في الحياة، ربما المحلات مغلقة، يعني هو الالتزام انه اغلاق المحلات. طيب اما نشوف ادي كورنيش اسكندرية واخدين جولة على الهواء مباشرة من محافظة الاسكندرية الان، ايضا قدام عادي جدا تماما، ناس تمشى عادي، شرطاتك يلا طلع لي شرطاتك بقى يلا وتيشيرتات حضرتك يلا، ما احنا النهاردة مصيف بداية الصيف النهاردة، فيلا بينا، درجة حرارة النهاردة بين 28 و29، فالناس أيضا موجودة على شاطئ اسكندرية، ولكن قدامكم ستانلي، كوبري ستانلي قدام حضراتكم أهو، خد شوية رياضة، حلو الرياضة جميلة. امبارح أنا لعبت رياضة، قعدت ساعة ونص أجري امبارح، أجري أهم حاجة دلوقتي الرياضة، فنخلي بالنا مهم الرياضة على كورنيش اسكندرية، بس ما تقعدوش، إحنا ماشيين على الكورنيش في أول لقطات أهو اسكندرية الآن. هنشوف الناس عاملة ايه على الكورنيش، الاعداد اللي موجودة، هل هي اعداد زي الاسبوع اللي فات اكتر اقل، الناس التزمت ولا لا، هل الحظر اللي معمول المحلات التزمت كلها ولا في محلات فتحة ولا لا، ده احنا بنتابع مع حضراتكم على الهواء من محافظة الاسكندرية، شوارع الاسكندرية الان قدام حضراتكم اهو، وانت حضرتك تقدر تحكم. طبعا الحركة عادية في اسكندرية، الحركة عادية، الكاميرا بتقول لنا كده والصوره اللي قدام حضرتك بتقول لك كده، الحركه عاديه جدا في اسكندريه، الالتزام في البيوت مش يعني الشارع بيقول لي، الشارع بيقول لي احنا موجودين في الشارع ولا موجودين اكتر في البيوت، هو ده اللي احنا بنقوله، والصوره هي اللي بتقول لنا.
تاني، وهوريكم كمان نشوف المحلات. احنا على كورنيش اسكندرية قدام حضراتكم عادي جدا، هنروح للمناطق اللي كانت الاسبوع اللي فات فيها ازدحام، ولكن في بعض الناس خرجت ايضا، هنروح للمكان اللي هو كان زحمة الاسبوع اللي فات، هو ده اللي هناخد منه الصورة عشان نقدر نعرف العدد اعداد كبيرة زي الاسبوع اللي فات ولا لا. لا هنا الاعداد مش زي الاسبوع اللي فات، اللي كنا في المنطقة هنا الاسبوع اللي فات الفيديوهات واللقطات كانت اعداد كبيرة جدا هنا. هنشوف تاني، لسه احنا ماشيين على كورنيش اسكندرية، الاعداد الناس بتتمشى، مش ناس قاعدة زي الاسبوع اللي فات، على الاقل الجزء الاولاني اللي كان معانا في ناس اهو، في ناس اهو، ايوه ظهروا، بدأوا يظهروا شوية، بدأ بس برضو مش زحمة زي الاسبوع اللي فات، اقل. المحلات مقفولة، يعني الالتزام اغلاق المحلات قدام حضراتكم، المحلات اهي مغلقة، المحلات قافلة، فهنا الالتزام الاكتر بقرار اغلاق المحلات كاملة بما فيها المطاعم. المطاعم ممكن تعمل خدمة التوصيل للمنازل، ولكن انك تبقى تعمل قاعدة وحد لا ممنوع، ولكن هناك التزام زي ما احنا شايفين كده، لانه خلي بالك كورنيش اسكندرية كله محلات، كل العمارات والابراج اللي قدامك، كل الجزء اللي تحت ده كله محلات كلها مغلقة. بناخد الجولة تاني على الهواء مباشرة من كورنيش محافظة الاسكندرية، لأيضا نشوف الوضع النهاردة أخباره إيه، مختلف عن الأسبوع اللي فات. تاني بقول مختلف، المناظر بتاعت الأسبوع اللي فات الناس اللي كانوا مليين كورنيش اسكندرية قاعدين على الشاطئ، مش موجود الأعداد النهاردة، في ناس بتتمشى، ناس بتجري رياضة، فمش مشكلة. الشارع موجود لانه مفيش حظر على الناس دلوقتي، انهم ناس بتعدي زي ما حضراتكم شايفين كده، التزام اهو، اشارات المرور واقفين زي ما احنا بنشوف. دي محافظه، هنرجع لاسكندريه تاني، ولكن زي ما بقول لحضراتكم السخنه فيها الناس موجوده على الشاطئ، اسكندريه الاعداد اللي موجوده اقل، في التزام النهارده اكتر، تاني بقول اكتر. بشكرهم، بشكرهم اهالي اسكندريه، بشكرهم، بشكر كمان اي حد كان مقرر انه يطلع رحلات ولقى بلاش يا جماعه رحلات نقعد في البيت، فالنهارده الوضع افضل زي ما حضراتكم شفتوا. هنروح المكان بعد شويه مع ايمن دياب، المكان اللي كان فيه زحمه الاسبوع اللي فات، وايمن يطلع لنا من هناك. حاولوا تتواصلوا مع ايمن تقولوا له يروح لنا المكان اللي كان زحمه الاسبوع اللي فات ويورينا بالكاميرا كده، يعمل لنا يعني صوره زوم كده، يورينا كمان شاطئ اسكندريه من المكان بتاع الاسبوع اللي فات، لانه ده هدفنا، هو ده اللي هيقول لنا هل الناس التزمت بشكل كبير جدا ولا في اعداد موجوده. في اعداد زي ما شفنا، ناس بتتمشى بس ما يقعدش. في بعض الدول في فرنسا او غيرها او بلجيكا، ومجدي كان بيتكلم معانا من كام يوم، تنزل تتمشى شويه وترجع، او مش تتمشى، تاخد حاجتك وترجع، او تعمل رياضه بس ما تقعدش في اي مكان 10 دقايق ربع ساعه وتروح راجع تاني بيتك. ممكن دول بيعملوا كده في اسكندريه، ولكن ارجو كمان الالتزام الاكثر. العين السخنه هي دي المشكله، الاسواق العشوائيه هي ما زالت مشكله، انه مفيش التزام بها حتى هذه اللحظه، محدش ملتزم بالاسواق العشوائيه. الاسواق العشوائيه موجود، امبارح في بهتيم في القليوبيه في سوق هوريه لكم كده كده اهو، امبارح لو عندنا جاهز يوسف نشوفه. امبارح في بهتيم في محافظه القليوبيه، فالاسواق شغال عادي جدا في المحافظات، ودي مشكلتنا، وده الخطر، وده الخطر. عشان كده بعض القرى اللي بيحصل فيها مشاكل وعزل نتيجه انه للاسف الناس مش بتلتزم بالقرارات، الناس ما بتقدرش تتحمل الخنقه. يا جماعه نتحمل، احنا داخلين على اسبوع صعب، والاسبوع ده عايزين كلنا نبقى ملتزمين اكتر. الاسبوع اللي جاي اللي هيبدا من بكره اصعب اسبوع، اللي هو التوقعات، احنا بقى لنا كام يوم الاعداد بتزيد، الاعداد بتزيد بالنسبه العالميه، احنا وضعنا افضل. مدير منظمه الصحه العالميه دكتور تدرس شكر السيد الرئيس، شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير منظمه الصحه العالميه على الاجراءات اللي مصر واخداها، وقال كده ان احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده المبذوله لوقف انتشار فيروس كورونا، وانه الناس المتضررين بيحصلوا على دعم واسع النطاق. مدير منظمه الصحه العالميه بيشكر مصر ويشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه مصر عامله جهد كبير، ما يجيش حد يضيعه لنا النهارده،
ما يجيش يعني الصحه العالميه شايفه كده، مدير منظمه الصحه العالميه بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير اللي بذله، على الجهود اللي بذلها الدوله المصريه. فالدوله بتبذل هذا الجهد، ونيجي عشان وقف الانتشار ويجي ناس النهارده يخرجوا يتفسحوا، او ناس رايحين جناين، او ناس رايحين كورنيش، او ناس رايحين مصيف في السخنه. يا جماعه ما تضيعوش اللي بلدكم بتعمله، يعني نتحمل بقدر اكبر وبالتزام اكتر وبضوابط اكتر اللي البلد بتعمله، لانه اللي بيتعمل النهارده يعني العالم كله عامله، واحنا الاجراءات عاملين اجراءات احترازيه كبيره. ادي السوق امبارح بهتيم في محافظه القليوبيه، شوف الناس قد ايه يا جماعه عملوا السوق وقرروا يعملوا السوق رغم القرارات من وزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي باغلاق الاسواق العشوائيه في كل المحافظات، وقرارات الساده المحافظين باغلاق الاسواق العشوائيه في كل مكان. ايضا في عدم التزام سياده اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، سياده اللواء مساء الخير يا فندم على حضرتك، القليوبيه الان والكلام ده امبارح عملتوا ايه يا فندم؟ ليه ما فيش التزام يا فندم؟ صباح الخير يا استاذ احمد، اهلا. صباح النور يا فندم. لا هو طبعا الحقيقه يعني في نسبه التزام مش اقل من 95-96%. انت حضرتك بتكلمني وانا بالصدفه انا دلوقتي حاليا في حي شبه الخيمة. ايوه. اللي هو طبعا حضرتك السوق اللي بتقول عليه، انا يمكن لسه معدي الصبح الحمد لله ما كانش فيه حاجه خالص. انا بتابع والله منظومه النظافه، يمكن بنفس النهارده الجمعه يعني عديت على حي شرق وعديت على حي غرب شبه الخيمه كلها، وعدينا يمكن على الخصوص وشعل شركات البترول وكل الكلام ده بنتابع فيه الموضوع النظافة، ويمكن عديت على الطريق برضه اللي بنصفه جديد المحطة اللي هنفتحها قريب اللي هي المحطة الوسيطة القمامة. أيوة. وده هتحل مشكلة كبيرة جدا في النظافة في حي شكر سواء شرق أو غرب. سوق الملابس طبعا أنا لسه بأكد بالصدفة مع الأستاذ دكتور بكر عبد المنعم اللي هو رئيس الحي، يمكن حضرتك تعرف شخصيا. نعم. برضه قال لي لا خلاص ده الحمد لله يعني تم الانتهاء منه تماما وتم غلقه. يعني النهارده الصورة دي مش موجودة. لا خلاص ده فعلا مش موجود خلاص، انا بقول لك انا لسه موجود والله يعني في الحي يعني. كويس كويس ان حضرتك موجود، لكن اللي حصل امبارح ده حصل ازاي رغم انه في قرار من سيادتك باغلاق الاسواق؟ في بعض سلوكيات لبعض الناس حضرتك بيستغلوا مثلا عدم تواجد الشرطه في فتره معينه، فتره محدوده ولا حاجه، بيعملوا الكلام ده، لكن احنا والله شغالين على طول معاهم، يعني احنا ما بنسيبش حد فعلا، لازم يبقى فيه التزام بقرارات السيد رئيس الوزراء اللي صدر سواء بالنسبه للخلق او بالنسبه للحد من التحرك والتنقل بعد مواعيد الحظر يعني. سياده المحافظ طمنا على الوضع الصحي في المحافظه عند حضرتك. لا الحمد لله احنا الوضع طبعا كويس، ويعني ما فيش اي حاجه غير عاديه، النسب العاديه خالص زينا زي باقي المحافظات. لا في قرى عند حضرتك فيه عزل؟ في طبعا احنا في عندنا لا ما عندناش الحمد لله عزل اي قرى ولا اي مناطق مسمياتها، ولكن في مستشفى اللي هي مجهزه للعزل، ودي بتبقى شغاله على منظومه وزاره الصحه على مستوى الجمهوريه. عندنا حالات في القليوبيه؟ احنا طبعا عندنا حالات سعادتك بسيطه. زي ما بقول لك والمعدل بتاعها العادي مع المحافظات يعني كلها. لا المحيطين بيهم او المخالطين بيهم؟ المخاطين والمخالطين كله طبعا بيتم التنبيه عليه وبيتم الجوع عليه في المنازل، وبنتاكد فعلا ان مفيش نزول او عيا، ولو في اي حاجه بنبلغ ونتعاون مع الشرطه في سبيل ان احنا نجبر هؤلاء السكان اللي هم في المنازل او في اسره معينه بتلتزم البيت يعني. عددهم قد ايه يا سياده المحافظ؟ قلت لهم لو سمحتوا اقعدوا في البيت ما تتحركوش لمده 14 يوم تقريبا، عددهم قد ايه؟ لا احنا عندنا كان في منزل واحد ده يعني بصفه خاصه، وده الحمد لله تم السيطره عليه وخلاص حاليا على وشك ان احنا نخلص. السبب ايه؟ نتيجه حد جاي من بره ولا اختلط بحد؟ السبب ايه؟ سبب والله كان السبب ده واحد قريبهم كان زارهم من خارج المحافظه، يعني مش منتخب المحافظه. واحد زارهم من خارج المحافظه؟ لكن بالنسبه احنا عدد الوفيات عندنا يعني اثنين بالظبط. اثنين يعني. نعم. فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس، وفي التزام، في تعاون مع الصحه، في تعاون مع الامن بالنسبه للقرارات، وان شاء الله ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لمصر باذن الله. ان شاء الله. سياده المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بشكرك شكرا جزيلا. اذا السوق اللي قدام حضراتكم ده اللي كان امبارح مش موجود النهارده،
يعني خلاص اتقفل وما بقاش موجود، وده أمر إيجابي. يعني احنا كمان لما بنعرض حاجات بنتأكد من صحة هذا الكلام، وسيادة المحافظ أكد قال الصورة دي خلاص انتهت النهاردة، وإنه في ناس ما التزمتش بعض الناس، ولكن قال نسبة الالتزام في محافظة القليوبية أكتر من 95%، وأتمنى تكون 100% في كل المحافظات. في بعض الناس اللي بيحاولوا، أصل في الآخر القرار ده بيحميك إنه تتعرض لإصابة. سيادة المحافظ بيقول لنا الحالات اللي حصلت في القليوبية، واحد جاي يزور قرايبه من خارج محافظة القليوبية خد لهم المرض معاه، هي دي. عشان كده بنقول يا جماعة الحد من الاختلاط، الحد من، بطلوا زيارات عائلية ولقاءات، بطلوها حتى في القرى عندنا، يعني امنعوا الحاجات دي. عاداتنا وتقاليدنا الفترة دي بالذات لازم نقلل منها، نقلل من الأعداد الكتير، اللقاءات الكتير. لو حد جاي بيشتغل في البحر الأحمر أو في شرم الشيخ أو في حتة أخرى، حتى لما يروح بلده يعزل نفسه من غير ما حد يقوله، يدخل بيته يعزل نفسه، ما يخرجش إلا يقعد 14 يوم ما يقابلش حد. نقدر نعمل كده، يعني أنا حتى مع أهالينا كمان لازم نعمل ده من تلقاء أنفسنا، مش لازم حد يقولك، لأنه مش لازم تبقى مريض، مش لازم تبقى مصاب، بس احتياطي عشانك وعشان عيلتك. أهو واحد جاي من بره المحافظة جاي يزور قرايبه عداهم، وبقى فيه عدوى موجودة، وبالتالي اتاخد إجراءات العزل والاتنقل مستشفى، وفي حالتين وفيات فقط في محافظة القليوبية. من شوية النهاردة فجر هذا اليوم وصل الطيارة المصرية من واشنطن، وامبارح كان معانا السيد رئيس مصر للطيران كابتن طيار شكري زكريا، اللي قال لنا ان الطيارة، وكان مهم الخبر نقوله امبارح، الطيارة مفترض انها كانت تنزل مطار القاهرة، لا، تم تحويل مسارها الى مطار مرسى علم. وصل الركاب المصريين او المواطنين المصريين للدولة المصرية، قررت انها تقوم بعملية اجلاء واسعة لكل ابنائها اللي كانوا موجودين عالقين في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة الامريكية، وربما اكبر عدد كان موجود في الولايات المتحدة، زي ما قالت لنا في احدى المداخلات الوزيرة نبيلة مكرم، لما قالت تقريبا حوالي 1000 في واشنطن. بدأ اول عدد، مجموعة وصلت النهاردة وسكنوهم في احدى القرى السياحية، القرية السياحية كبيرة في مرسى علم. دي إجراء لحظة وصول الركاب المصريين، مواطنين مصريين، أسر مع أطفال، وصلوا طبعا بالسلامة الحمد لله على سلامتهم، وزي ما بقول لكم خدمة على أعلى مستوى. ودي مصر، ودي البلد اللي هي بتقدم يعني خدمات لأولادها والأهلها، ودي اللي الناس لازم تقدر هذا المجهود الكبير. ما ينفعش زي ما حصل من كام يوم لما طلع بعض الناس، وبعض يعني هما مش عدد كبير، كام واحد طلعوا واتعرف دول السبب اللي بيعملوه. تاني بقول ان انت وصلت مرسى علم بالسلامة، وزي ما بقول لحضراتكم الاجراءات اللي تمت، ادي القرية السياحية وادي المكان اللي هما نازلين فيه، عشان نعرف بلدنا بترعى اولادها ازاي. بلدنا ما ودتش اولادها في اي معسكرات، ما عملتش معسكرات وتنزلهم فيهم ابدا. خدمة زي ما بقول كده، قرية سياحية خمس نجوم، فنادق خمس نجوم، تاني بقول على نفقة الدولة. وادي القرية السياحية شايفين حضراتكم، ونشوف هنكون معانا كمان سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر دلوقتي. شايفين القرية السياحية، ارجع لي يوسف بالصورة الأولانية لو سمحت، ارجع لي بيها لو سمحت، بصوا لو سمحت عشان تعرفوا مصر بتعمل ايه لولادها. ما رمتهمش، لا، جابتهم ونزلتهم في أماكن خمس نجوم. تاني بقول خدمة خمس نجوم، ده اللي البلد بتعمله. سيادة المحافظ صباح الخير على حضرتك فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بيك. ممكن تطمني على المصريين ولادنا رجعوا، الإجراءات اللي تمت، عملية التسكين، الإجراءات الصحية اللي تمت يا فندم؟ تمام يا فندم، احنا سيادتك انا حسرد لسيادتك الموضوع بالكامل. اتفضل. وسيادتك هستأذنك تديني دقيقتين عشان انا في حاجة معينة عاوز اقولها لك. اربع دقايق يا فندم. تمام. احنا عندنا طبعا اثنين فندق، احنا بنشكر الاستاذ رامي سيد ده مدير الفنادق اللي هو هابي لايف. احنا عندنا الفندقين، واحد على 17 كيلو شمال مرسى علم، وفندق آخر 25 كيلو مطار مرسى علم. عندنا 275 مصري وصلوا، 257 كبار زائد 18 طفل. احنا
عملنا تيست رابت مجرد الوصول للناس. عاوز اقول لسيادتك حاجه، ما فيش مخلوق في مصر من اول القياده السياسيه لغايه اصغر حد ما اثر مع اي حاجه. طيب في قصه بقى اللي هي قصه العربيات اللي اتفقنا عليها وتاخرت على الوصول للسائحين، علشان او مش السائحين، ولاد بلدنا، علشان هم يجوا يخشوا الفنادق بتاعتهم. تبك الغريب في الامر، هم اتصلوا بيا الساعه 2 الصبح، احنا متفقين تماما على عدد الاوتوبيسات اللي طالعه. فوجئت ان لا، ده اصل السواقين قلقانين. انا قصه قلقانين دي يا فندم ما تعديش عليا انا. تمام. طب مين لعب في دماغهم؟ تمام، يعني الولاد لا، مين لعب في دماغهم؟ يعني انا لما يكون الاوتوبيسات جاهزه، الشركه جاهزه، الراجل جاهز، صاحب الشركه، وبعدين بعض السواقين يقلقوا. وهو حقهم، وهو حق السواق، اللي هو يعني انت رايح تجيب ناس عندها كورونا، مش حد عنده كورونا في بالمناسبه، مش حد عنده كورونا. تست الرابط بسم الله ما شاء الله، مفيش حد يعني. انا بس ما اقدرش اتكلم نيابه عن وزاره الصحه، لكن انا بتكلم بمنتهى الامانه عن الموقف اللي خلاني صاحي لغايه الفجر بقى. هما الولاد كانوا جاهزين. طب ايه اللي حصل؟ لان انا دققت في الحته دي، معلش يعني بحكم المهنه طبعا. فالولاد كانوا طالعين، وبعد كده الولاد ترددوا في الطلوع. طيب خلاص، بسرعه يتم الاتفاق سريعا، متصرفوا لي باي شكل من الاشكال، من تحت تعطيه الارض، جيبوا لي اوتوبيسات من اي حته، رغم ان انا بكلم سيادتك على مسافه 300 كيلو متر من المحافظه الغردقه، لكن انا طلعت من كل الاتجاهات لغايه لما غطيت هذا الموضوع. حصل ديلي، بالمعنى يعني اللي هو تاخير شويه في وصول الناس للفندق، لكن انا اقسم بالله ما في مسؤول مقصر في هذا الموضوع. رئيس المدينه في الاستقبال، السياحه في الاستقبال، السيد وزير السياحة على اتصال معايا، والراجل لم يقصر في شيء، غرفة السياحة لم تقصر في شيء. امبارح بالليل بيكلموني أكتر من مدير، أكتر من مالك فندق في مرسى علم وفي الغردقة، احنا يا فندم مصر تأمرنا بحاجة، احنا هنستقبل الناس فول بورد على حسابنا 14 يوم، لا 28 يوم. سيادتك طالبين ايه؟ اللي انتوا عاوزينه. برافو سيادتك يا فندم. هم دول مصريين يا سيادة المحافظ. الحتة اللي انا بقى يعني بركز مع سيادتك عليها، مين وانا هعرف برضو مش يعني يعني. طب معلش انا اسف يا فندم، معلش سيادة المحافظ. لان انا برضو سبت حاجة، لكن مجموعة تساؤلات. قلت لهم امتى؟ ابلغتوا هذه الشركة امتى تبقوا جاهزين تتحركوا للمطار؟ قبل وصول الطيارة بكم ساعة؟ يا فندم بساعتين. جاهز طبعا، ده اتوبيس بيطلع من جراج وبيجهز وبينظف اتوبيسه، اتوبيس بيطلع متعقم، بيتم عليه اجراءات احترازيه معينه، دايما معانا وزاره الصحه، وبتطلع معانا وزاره الحقيقه يعني الطب البيطري بيطلع يعقم، الطب الوقائي عندنا بيطلع يعقم الاتوبيس، بيبقى متعقم جاهز كله تمام. القرار اللي جاي لسياده الشركه كلها او كل السواقين لا مش كم اتوبيس يا فندم كانوا طالعين؟ كم اتوبيس؟ يعني احنا كان عندنا حوالي 6 اتوبيسات، يا 6 ل 8 اتوبيسات كانوا طالعين مره واحده علشان ياخدوا الكونفوي كله على بعضه، لان زي ما بقول لسيادتك احنا عندنا 25 في اتجاه جنوب مرسى علم و17 كيلو في اتجاه شمال، يعني في جزء هياخد شمال، في جزء هياخد جنوب، عشان نقسم عدد الافواج يعني. كويس. فبالتالي طبعا لما حصل هذا الموضوع، حد يعمل ازمه، يعمل مشكله، في حد طبعا، في حد طبعا يا فندم طبعا. يعني انا ما يعني معلش انا ما ايوه تمام يا فندم، انا عايز الصراحه. لا يعني طبعا انا مش هنخبي. انا يا فندم ما عنديش في حد ليه غرض يعمل مشكله، لكن انا يا فندم لغايه 4 5 الصبح انا بتابع الموضوع. لا يعني معلش انا ما مش ما طبيعي يعني مش طبيعي. احنا لا يا فندم، وانا معلش يعني مش هتعدي عليا كده. مش هتعدي عليا كده. ولكن طبعا انا بشكر يعني مش عاوز اقول عملت ازاي منظومه انه تطلع اتوبيسات في الفجر كده مباشره على طول طبعا، وان
الشركات الاخرى بقى واتصالاتنا احنا كمحافظه باخواتنا والشركات الاخرى والرجاله اللي هي على طول طبعا فندم احنا هنطلع والاوتوبيسات وبتاع يعني في بقى رجاله طلعت على طول باوتوبيساتها جاهزه على طول مباشره يعني كويس شركات مباشره طبعا وطبعا بالنسبه للطياره الجايه ان شاء الله باذن الله هتوصل امتى الطياره الثانيه؟ الحد يا فندم ان شاء الله يوم الحد الحد الطياره الثانيه جايه مرسى علم برضو وانا جهزت على طول بقى الشركه وليا كلام بقى مع مش هقوله نسيت دلوقتي على الهواء مع الناس بقى اللي هم هشوف انا لا وليه ما نقولش على الهواء يا فندم لازم الناس تعرف انه في اجراء هيتعمل انه ناس عايزه تعطل وتقدم صوره سيئه ضد البلد أنا سيادتك أنا مسؤول يا فندم انا اجيب التوقيت ده وحديهم تلقين وقال لهم انا طالع معاكم انا بنفسي انا طالع معاكم اجيب الناس دي حضرتك اللي طالع معاهم اطلع لا يعني حضرتك اللي هتبقى في مقدمه الاتوبيسات واستقبال ولادنا اللي جايين يوم الاحد نجيبهم طبعا عشان الولاد تطمن وتفهم ان الكلام ده كله ده كلام مغرض الناس هنا طب ما انت هنا السواق بيشتغل هنا مع عندي حوالي 16 17 الف مقيم اجنبي بصفه مستمره موجود في الغردقه طب هو سائق تاكسي ما تضررش ليه يا فندم ما هو بيركب الاجنبي وبيشيله عندي افواج سياحيه النهارده لغايه النهارده مش عاوزه تغادر ما بتشتغل وبتنزل وبتروح وبتيجي واهلا وسهلا بيهم وسيادتك انا لما عرضت على معالي السيد رئيس الوزراء حتى على الفيديو كونفرنس قلت له يا فندم في ناس الحقيقه متمسكه ومش عاوزه تغادر قال اهلا وسهلا بيهم فما عنديش حاله الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله يا فندم ربنا يديم كام واحد اللي رفضوا معلش انا اسف كام واحد اللي رفضوا يستقبلوا يروحوا المطار كام واحد معلش يا فندم سيبني عشان الموضوع ده انا عاوز ادي لسيادتك ارقام بدقه خلاص يا فندم حاضر انا قاعد في المكتب يعني ينفع بالليل النهارده نتكلم في ده بالليل نكون جبنا الارقام يا فندم سيادتك يعني بالراحه عليا خلاص لا هنسيب حاجه شويه خلاص عينيا يا فندم هل في مجموعه فعلا كانت راجعه من المملكه العربيه السعوديه في الحجر الصحي ايضا موجود يا فندم احنا عندنا 15 عامل ودول اوريدي موجودين في سفاجة ودول تم استقبالهم والناس موجودة وايضا بشكر الراجل برضو يعني اللي هو يعني صاحب الفندق استقبال كامل لمدة ال 14 يوم الناس معززة مكرمة وصلت فعلا بالطبع اول امبارح تم استقبالهم وموجودين في الفنادق بتاعتنا دول عددهم 15 ولا اكتر 15 15 دول عمان دول في سفاجة لا دول ضبا يا فندم ضبا جايين من ميناء ضبا نازلين في سفاجة ولا نازلين في مرسى علم اخواتنا اللي لا سفاجة يا فندم بسفاجة سفاجة كويس دول الاخواننا اللي بيعملوا هناك يعني وكل الرعاية وكل كل حاجة الوضع الصحي النهارده الوضع الصحي عند سيادتك ايه ممكن تطمنا؟ لغاية دلوقتي زي الفل زيرو خلاص يعني لغاية دلوقتي انا لسه ما بيظهر تقريبا بتظهر في حدود الساعة 1:30 2 يعني احنا يعني على وشك لسه ما ادوليش البيان لكن يا رب ان شاء الله باذن الله امبارح احنا كنا صفر واول امبارح كان حاله اول امبارح كانت حاله حاجه كده يعني وكلها من المخالطين يعني يعني احنا بدا القصه تبقى مخالطين اكتر يعني مخالطين هل حضرتك الفنادق اللي بعد السياح ما مشيوا وتم اغلاقها ويعني وعزل او الموجودين فيها من الموظفين وكده هل ظهر اي حاجه داخل هذه الفنادق؟ لا هو يعني يمكن ظهر حاله واحده والحاله ما كانتش في احد الفنادق برضو كانت في حته اخرى يعني داخل مرسى علم اسمح لي ان انا ما اقولش عليها يعني تمام ولكن ويعني كان جاي هو من الاقصر والحمد لله برضو اتخذت معاه الاجراءات والراجل خدوه على طول مباشره على اثنها يعني ولكن كبحر احمر ما فيش عندي حاله مقيمه يعني فيها فيروس او حاجه الحمد لله الحمد لله
بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. أديكم شايفين حضراتكم تعرفوا اللي حصل في مطار القاهرة من البعض لما وصلوا من رحلة لندن باريس كان هيحصل النهاردة في مرسى علم. سيادة المحافظ هو اللي ادانا الخيط مش أنا، هو اللي ادانا الخيط إنه قال لك اللي حصل ده مش طبيعي، اتوبيسات رايحة تجيب ولادنا من المطار فقالوا لا احنا مش رايحين، احنا ايه مش رايحين عشان يصدر لك ازمة، وناس تقف في المطار تصور تعمل فيديوهات تعمل انا بقول ناس المفروض يعني انه يكون الترتيبات مثلا، ولكن محافظ نجح انه مع شركات اخرى طلعوا اتوبيسات على طول تنقلهم، حصل تأخير شوية في الـ 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 الوصول للفنادق طبعا المخصصه ليهم نتيجه لانه في بعض الناس وانا بقول اهو عندهم سوء نوايا سوء نوايا. واتمنى السيد وزير السياحه الدكتور خالد عناني وزير السياحه والاثار هذه الشركه والسائقين اللي فيها اللي فجاه قرروا ان احنا مش رايحين المطار لازم نشوف إجراء، لأنه الجميع النهاردة بيخدم مصر، اللي يتخلى عن خدمة مصر في هذه اللحظات لازم نعرفه ولازم نكشفه. إذا في ناس بتضحي في خطوط الأولى والتانية والعشرة وفي ناس بتعمل بتجري عشان تساعد بلدها وفي واحد في لحظة وهو عارف الساعة 2 صباحا عارف الساعة 2 صباحا إنه وارد ما لقيش عربيات ولا اتوبيسات لانه عندك حظر، فلازم يعمل لك مشكله ويحطك قدام مشكله وتصور البلد انها مش عامله استعدادات وتصور البلد بصدر ازمه للدوله. وانا بقول واطالب السيد وزير السياحه انه لازم يكشفوا عن الناس دي ولازم يقولوا لنا حكايه الشركه دي او البعض فيها. اللي السيد محافظ البحر الاحمر دلوقتي قال انه الامر مش طبيعي وان انا همشي ورا الموضوع وهجيب قراره زي ما قال لنا كده. هم ايه اسمعنا دلوقتي؟ طب ما انت عارف من الظهر انه في رحله جايه، ليه ما قلتش من الظهر ان انا مش هطلع؟ اشمعنى الطياره وصلت تقول ان انا مش طالع دلوقتي؟ خلاص اصلا احنا قلقانين. تاني بقول هذه الامور لازم فيها شفافيه ونعرف الحقائق ومحدش يخبي، هذه الامور مش محتاجه تخبيه ولا حد يخبيها، محتاجة شفافية زي ما قال لنا كده السيد محافظ البحر الأحمر. فأرجو السيد وزير السياحة أيضا لازم يشوف وياخد قرار رادع، قرار رادع، لأن أنت زي ما بقول أهو إحنا النهاردة حرب. تخيل حرب وواحد يقول لك أنا مش مشارك معاك في هذه الحرب، يبقى أنت بتخون بلدك، بتخون بلدك لما تتخلى عنها في هذا الظرف، ولازم يكشف عليهم امن الوطن مخابرات. تاني بقول انا بقول اهو على الهوا لازم يكشف على الناس دي ويتجمع معلومات عنهم ويتعرف تواصلوا مع مين ومين قال لهم ما يروحوش ومين حرضهم. دي بلد، ونشوف تليفوناتهم ونعرف زي ما بقول اهو تليفوناتهم واتصالاتهم مع مين ومين اللي حرضهم انهم ما يروحوش المطار. ولكن البلد تحركت، تحرك سيد محافظ مع الجهات المعنيه، خرجوا اتوبيسات طلعوها، الناس اتاخرت شويه، وزي ما قلت امبارح كنت ما كنتش اعرف انه يحصل كده، قلت امبارح كده، قلت يا جماعه امبارح الكلام ده ان احنا او اول امبارح اول امبارح قلت الرحله اللي جايه من واشنطن لازم نعمل حسابنا ان احنا على عاملين لهم اجراءات تسكين سريعه عشان الناس دي اللي جايه 12 13 ساعه ما يقعدش في المطار ولا دقيقه، ينزل عربيات واخداه توديه عشان الناس دي بتبقى يعني محبوس في الطيارة 12 ساعة، لما يصدق وصل مش عايز كمان يقف ولا دقيقة في المطار، يبقى جاي مضغوط جدا. إذا اللي جاي من لندن 5 ساعات مضغوط ما استحملش وافتعل مشكلة وافتعل أزمة، وهي أزمة مفتعلة بشهادة كل الناس اللي قاعدين في ميريديان المطار كلهم قالوا ده كلام فارغ واعتذروا وطلعوا فيديوهات اعتذارات وطلعوا حاجات كتيرة، وعرفنا الحكاية أولها هي وآخرها إيه.
حتى اللي عملوا حاجات رجعوا بعد كده اعتذروا برضو. ما تسمحوش لحد يشوق جهد الدولة اللي منظمة الصحة العالمية بتشكر الرئيس، مدير منظمة الصحة العالمية النهاردة بيشكر الرئيس، للدنيا كلها بتشكر مصر والناس اللي بتعمله مصر. امبارح بكلم اكتر من حد في دول اوروبية، من النمسا لغيرها لفرنسا لبريطانيا، بكلم مصريين هناك بيقول اللي بتعمله مصر الدول هنا ولا بيعملوا واحد من عشرة منه. لكن عندنا البعض للأسف. لو معانا هاني ومعانا الاسكندرية ومعانا مصطفى لانه عايز كمان، ايمن دياب جاهز؟ جهزوا لنا زميلنا ايمن دياب كمان واللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية في جولة زي ما بقول لحضرتك النهاردة. احنا موجودين عشان نتابع حركة الشارع، نتابع المحافظات كمان، اسكندرية السخنة، السخنة شفناها من شوية، شفنا اسكندرية كمان من شوية، واسواق في محافظة الجيزة. بنحاول النهارده كمان بقدر الامكان في الوقت اللي هو زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نبقى موجودين معاكم في هذا التوقيت ساعه واحده، وهنقعد معاكم كمان شويه لحد كمان عندنا بالليل حلقه النهارده الساعه 10 مساء هنكون مع حضراتكم ايضا، ولكن مهم فتره الظهر دلوقتي. ولكن خلينا كمان امبارح كنا اتكلمنا على الامريكان طيب خلينا نروح اسكندريه وزميل ايمن دياب. أيمن أولا صباح الخير عليك يا أيمن، وتحياتي للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإسكندرية الجميلة وشعب إسكندرية وأهل إسكندرية الجمال بنحييهم كمان، تفضل يا أيمن. زحمة صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي صدى البلد وبرنامج على مسؤوليتي. زي ما حضرتك بتقول فعلا الاسكندرية الجميلة والهواء الحلو قدام البحر، جو جميل يا زحمد، واحنا متواجدين هنا في محافظة الاسكندرية. عايز اقول لحضرتك الحياة هنا حياة طبيعية جدا، يعني عايز اقول لحضرتك حركة السيارات تسير بشكل طبيعي. استوقفنا مشهدين قبل ما نيجي هنا على اسكندرية وزحمد، كان في موكب او جروب لمجموعة من السيارات على طريق مصر اسكندرية، ده لاحظنا حوالي اكتر من 20 فرد او 25 فرد يعني مجموعة مع بعضها سير على الطريق الصحراوي. دي اول حاجه لاحظناها الصبح واحنا جايين في الطريق. الحاجه الثانيه واحنا على بوابات اسكندريه جايين من اتجاه القاهره داخلين على اسكندريه، لقينا مجموعه من الشباب برضو نفس تقريبا من يعني جروب اخر بنفس المجموعه اللي هي قائدي المركبات الناريه وقاعدين في كافيه. فده كان مشهد بالنسبه لنا مفاجاه في الاول في البدايه، في الحقيقه احنا استغربنا، يعني هم يعني احنا في نقطه المفروض بوابه مرور، مفروض الكافيهات ممنوعه، مفروض لقينا اكتر من 15 20 شاب قاعدين وبيتناولوا المشروبات الساخنه. فده كان مشهد بصراحه، يعني دي كانت في البدايه اول ما دخلنا قبل ما نخش على محافظه الاسكندريه. دخلنا المحافظه في الحقيقه الدنيا الحياه هنا تسير بشكل جيد وطبيعي. لقينا بعض المحلات او المطاعم والكافيهات عمال الدليفري اللي هم معاهم الموتوسيكلات والدراجات برضو متواجدين قدام المحلات. معرفش ده يعني هيبقى متوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء ولا لا، لكن احنا لاحظنا ان في مجموعه من سائقي التيك اواي او الدليفري متواجدين قدام بعض المحلات. لكن الكورنيش بطبيعته اهل اسكندريه بينزلوا، يعني هو ده الطبيعي في اسكندريه، مش يعني عارفين ان هم بينزلوا الصبح بيتريضوا بيجروا يعني موجودين بشكل فردي، يعني مش هنقول بشكل جماعي، مجموعات يعني واحد اتنين جنب بعض ماشيين، لكن مش مجموعات كبيرة. لان ده ملاحظة برضو موجودة على كورنيش اسكندرية. حابين بقى نتعرف على كل التفاصيل من معالي سيادة المحافظ الوزير اللواء محمد الشريف الاول، صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا، ويعني حابين بقى تقول لنا ايه الاجراءات التي اتخذت للحفاظ طبعا على صحة المصريين وصحة اهل اسكندرية يا فندم. صباح الخير اولا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. انا يعني اول حاجه سعيد بوجودكم معانا، وسعيد انكم انتم بتصوروا النهارده الشواطئ والكورنيش عشان تشوفوا بنفسكم والكاميرات تصور لو اي ملاحظات موجوده. طبعا زي ما انت شايف الكورنيش الشواطئ كلها الحمد لله ما فيش اي نزول للبحر، والكورنيش احنا بنمر عليه من 8 صباحا. بعض الاسر موجوده، بعض الشباب موجود ولكن من غير تجمعات، وان حدث
في بعض الأحيان يبقى تجمعات 4-5 احنا واقفين ليهم وبننبه عليهم وبيلتزموا الحقيقة. ومعانا الأقوال الأمنية ومن الشرطة موجودة على الكورنيش كله ومنجوب الكورنيش. الحقيقة في ناس بقى بتحاول بقى احنا مخنوين احنا عاوزين نتمشى شوية. احنا الكورنيش ما بنمنعش ان الناس تمشي على الكورنيش، ولكن فرادة او اتنين او أسرة مكونة من 3 أو 4 موجودين مع بعض احنا بنمنعش الكلام ده. احنا بنمنع التجمعات اللي هيكون فيها عدد كبير هنتعامل معهم. ان لم يلتزموا بالتعليمات احنا هنعمل اجراءات صارمة وحاسمة ضدهم ان شاء الله. فندم احنا عارفين في اسكندرية في 61 شاطئ ومصيف، هل كلهم مغلقين يا فندم؟ ممنوع اي شمسية تنزل او كراسي تتحط على البحر يا فندم، ولا في بعض الشواطئ مستثنى من هذا؟ جميع الشواطئ الخاصة بمحافظة اسكندرية مغلقة تماما، وانا اتمنى الكاميرات تمر على جميع الشواطئ وهتشوف الكلام ده مطبق بالفعل. طيب طمنا يا فندم، قول لي يعني طمنا على الحاله الصحيه بقى في اسكندريه. عارفين طبعا ده يعني قرارات وزاره الصحه، بس طمنا على حاله المستشفيات، حاله الاوضاع داخل اسكندريه، ايه الاوضاع يا فندم؟ اولا الحمد لله احنا عندنا مستشفى العزل، هي مستشفى العجمي والمستشفى اللي بيستقبل المواطنين مستشفى الحميات، ومجهزين 3 مستشفيات اخرى لاستقبال اي حالات زياده. انا بطمنك اولا انا جاي دلوقتي من سوق اسمه سوق الحمام وسوق الجمعه، ودول من اكبر الاسواق في محافظه اسكندريه وكانوا بيتعملوا اسبوعيا وليهم اكتر من 50 سنة. حاجه حلوه، ما فيش بني ادم هناك، مريت على الاسواق دي واطمنت بنفسي. بدانا في رش وتطهير الاسواق دي، في بعض الاحياء بنرشها في فتره الحظر من 7 مساء لغايه 6 صباحا. انا بشكر الشباب المتطوع من اهل اسكندريه اللي هم شغالين من تلقاء نفسهم وتبرع منهم بيرشوا المناطق كلها. إذن يعني في مجموعة من الشباب مستوعين بيرشوا أو بيطهروا المناطق المحيطة بيهم يا فندم، هل المحافظة يعني ليها جهودات في عمليات التطهير كمان وأماكن زي المدارس زي المستشفيات زي أماكن الكافيتريات أو حاجة زي كده يا فندم؟ إحنا الحقيقة عاملين مبادرة جميلة جدا اسمها دعمك حياة، وفي لقاء مع رجال أعمال النهاردة هيبقى الساعة 3 إن شاء الله. الحقيقة رجال أعمال دعموا المحافظة بأجهزة طبية، أجهزة تنفس صناعي 16 جهاز خلال 48 ساعة اللي فاتوا، كميات آلاف من القفازات والكمامات موجودة عندنا، احنا بنوزعها على المستشفيات ونوزعها على اللي بيحتاجها. وفي مستلزمات طبية، غرفة عملنا معمل تحليل في مستشفى العجمي متكامل هيبدأ العمل اعتبارا من يوم الأحد إن شاء الله، وده أحد رجال الأعمال المحترمين تبرع بيه بالكامل وتبرع بالكابينة اللي بتغطي المعمل ده، وهيبدأ العمل بيه إن شاء الله يوم الأحد. بطمن أهل اسكندرية الأحوال والحالة عندنا جيدة جدا، لكن إحنا محتاجين التزام بالجدية، التزام بالوعي، يكون كل الحاجات اللي قلناها وسمعوها في أجهزة الإعلام عن الوعي الطبي والوعي الثقافي والوعي الاجتماعي في ظل هذه الظروف يكونوا ملتزمين بإن شاء الله خلال الفترة الجاية، لأن احنا في أسبوع أخطر أسبوع ممكن يمر علينا خلال الفترة دي إن شاء الله. شكرا. نهاية لقائنا زحمت بنشكر معالي أيمن الوزير المحافظ أيمن الدكتور محمد شريف. في الحقيقة هو اتكلم على حتة الوعي والتوعية، ده حاجة خطيرة جدا. نتمنى ان كل المصريين مش اهل اسكندرية بس يكون خلال هذا الاسبوع وهو الاسبوع الاخطر مجموعة من التوعية ومجموعة من يعني الحفاظ على الحياة وحياة الاخرين. أيمن سيادة المحافظ، نتمنى كل يعني الناس تلتزم بقرارات مجلس الوزراء وقرارات يعني الدولة المصرية في الحفاظ على حياة المصريين وتأمينهم بشكل كبير. نتمنى ان يعني حتى كمان الناس اللي متعوده ان هم ينزلوا يعني جمعيات اسر او حاجه، نتمنى الصوره دي كمان الاسبوع ده يتحملوا شويه ويقعدوا برضو في بيوتهم. لو حد عايز يجري الصبح مش مشكله خالص، يجري على كورنيش اسكندريه الجميل، ولكن احنا بنتمنى من كل اهالي اسكندريه الالتزام، يعني بلاش نزول بقى على الكورنيش. نتمنى ان هم بقدر الامكان يحافظوا على صحتهم وعلى حياتهم وحياه الاخرين. ده كان جولتنا هنا في محافظة اسكندرية أستاذ أحمد، وأنا أفضل وسنستمر نتواصل معاك على مدار الساعة إن شاء الله. أيمن عايزك تاخد السيد المحافظ وتروحوا سوق الميدان. سوق الميدان لو سمحت قول السيد المحافظ دلوقتي، قول له عايزين نروح على سوق الميدان ونتابع على الهواء مباشرة. هل السوق ده شغال النهاردة ولا مغلق؟ لأنه في ناس من أهل اسكندرية يعني طلبوا هذا الطلب. والأمر الثاني أنا عايز كمان سيد محافظ المكان اللي كان فيه زحمة الأسبوع اللي فات
هل هو المكان اللي انتوا واقفين فيه ولا في مناطق اخرى؟ لان احنا كمان عايزين الناس يعرفوا هل في اعداد نزلت النهارده كبيره ولا اعداد فرديه. فخد لنا جوله مع السيد المحافظ كده واحنا موجودين معاك على الهواء مباشره يا ايمن من محافظه الاسكندريه. هنتابع مع الزميل ايمن دياب ومحافظه الاسكندريه، وهنروح بعد شويه كمان لهاني النحاس في السخنه لو لما يبقى جاهز معانا. ارجوكوا الموضوع النهارده زي ما بقول لحضراتكم اللي احنا شفناه في السخنه النهارده الصبح، جايز اسكندريه الوضع يعني اقل من الاسبوع الماضي، ولكن الناس بعتلم اسكندريه انه لا في اسواق موجوده، اسواق شعبيه ما زالت شغاله النهارده، قالوا لي الاسواق زحمه جدا النهارده في الاسكندريه. اهل اسكندريه اللي هم بيتابعونا دلوقتي قالوا عشان كده بقول الكاميرا تروح هناك كمان، لان احنا عايزين كمان نكون الصوره حقيقيه. احنا الشاطئ الاسبوع اللي فات طبعا الاسبوع ده مش موجود زي الاعداد اقل كثيرا، ولكن اللي قاله ايمن من شويه انه في بعض المقاهي فاتحه، بعض الناس اللي قاعدين، فكان الدنيا يعني ما فيش قرارات. لا، ارجو الالتزام اكتر من لانه الالتزام ده هدفه ان احنا بنمنع الاختلاط، بنمنع التواجد في في الاماكن المزدحمه، ما يبقاش في حد موجود على الاقل اليومين دول. من الاسبوع الجاي الوضع اللي هيكون اصعب من الايام اللي فاتت او الاسبوع السابع، داخلين على الاسبوع الثامن هو الاصعب، واللي احنا يعني ربنا يعديه كمان، ما يبقاش الامور اكثر تطورا، ما يبقاش في قرار يتاخد مبكرا. في اجتماع للجنه العليا لاداره الازمه يوم الحد او يوم الاثنين اللي جاي، هذا الاجتماع هيكون بناء عليه قرار عشان نجدد الفترة الحظر. احنا اسبوعين هيتجددوا تاني، ممكن اكتر او اقل حسب الوضع الصحي اللي هيكون في متابعته من خلال مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء والسادة الوزراء في هذا الاجتماع، وبناء عليه اتخذ القرارات الخاصة باستمرار تعليق الدراسة. الدراسة طبعا استمرار تعليق الدراسة، مش هترجع دلوقتي الدراسة، لا جامعات ولا مدارس مؤكد. الامر الاخر حظر التجول ده هيمتد اكتر ولا هنزود الساعات ولا هي نفس الساعات، هيكون الاسبوع اللي جاي القرار في هذا الشأن بناء على عدد الحالات. زي ما بقول لكم الناس لحد النهارده يعني عايشه يعني بتتعامل بشكل طبيعي. الناس اللي رجعوا كمان من يومين، طيب الوضع اخباره ايه عندهم؟ تاني بقول الوضع اخباره ايه عندهم؟ الناس اللي رجعوا مطار القاهره، الفنادق القريبة من مطار القاهرة أو فنادق المطار، الوضع النهاردة عندهم إيه؟ طيب الوضع الصحي في امبارح كنا بنتكلم مع السيد محافظ بورسعيد على القصة اللي حصلت وأحد المتوفين واللي تم نقله على من خلال عربية ربع نقل مش من خلال عربية إسعاف أو عربية نقل الموتى، وحصل مشكلة ودخل معنا نائب بورسعيد امبارح قال لا ده الأسرة مش أنا، وحصل امبارح لغط في هذا الموضوع، ظهر حالة تانية انها نقلت ايضا بعربية مش عربية نقل الموتى. فاذا هذه الامور كلها لازم نشوفها مع القطاع الطبي الوقائي في وزارة الصحة، مع الجهات المعنية، لانه كان يبقى فيه تعليمات واضحة لكل المستشفيات لو في حالة وفاة في اجراءات بتتم، ده اجراءات بتتم، منظمة الصحة العالمية عاملة هذه الاجراءات، احنا عندنا اجراءات لازم نطبق هذه الاجراءات بشكل واضح، لازم نطبق هذه الاجراءات زي ما بقول كده، مفيش حد يعمل اجراء من دماغه، في تعليمات حضراتكم لازم تطبقوها، وتطبيق زي ما بقول كده ان احنا يعني ده مش ده موضوع الزامي مش خيار، يعني انت النهارده مش هتعمل ان انا مش هختار الموضوع ده واسيب موضوع اخر، لا انت النهارده قدام التزام واضح من ال 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 من الجهات المعنية المسؤولة، الطب الوقائي في وزارة الصحة اللي هو محدد التزامات قدام حضراتكم. النيابة العامة معالي مستشار حمادة الصاوي في بيان طلع دلوقتي بيقول انه يعني في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس كورونا المستجد وأضراره وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع،
فقد تبين من متابعة المكتب الفني للنائب العام لما يعرض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال والتحرك بالطرق واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد. ده قرار مهم، بيان مهم النيابة العامة دلوقتي، بيان مهم قوي. واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة وعدم الالتزام بغلق المحال المقرر غلقها في المواعيد المحددة. لذلك كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للتكسب بطريق غير مشروع. وعلى ذلك خلوا بالكم من الكلام قرارات النائب العام دلوقتي، خلوا بالكم ركزوا. وعلى ذلك فقد وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. ما هو بصراحة ما هو الأمور مش هتبقى إلا بكده من الآخر يعني. ما هو أنت تثبت ما التزمتش، يبقى يتعمل إيه؟ النيابة العامة تتحرك. النائب العام بيقول لحضراتكم إيه؟ وجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالآتي: اللي قاعد في البيت واللي قاعد في الغيط واللي قاعد في البحر واللي قاعد بيتفسح دلوقتي على الكورنيش واللي هيكسر كذا كذا، اسمع لو سمحت النيابة العامة هتعمل معاك إيه؟ وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك وتقديم الجناه فيها للمحاكمة الجنائية إعمالا لنصوص القانون التي تعاقب على كل من الآتي: 1. مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة والتجمعات الطلابية وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة وفتح المحال التجارية أو الحرفية المحددة أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانونا بالحبس والغرامة. الاثنين مع بعض، بالحبس والغرامة، حبس وغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ. تاني، بموجب قانون حالة الطوارئ. ما هي الناس مش فاهمة للأسف، والناس فاكرة الموضوع هيعدي، مش هيعدي. ما حدش قلنا يستهتر، أهو هيتقبض عليك وهتتحبس وهتدفع غرامة. وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ، يعني هتروح محكمة جناح طوارئ، هتتحبس وهتتحول محكمة جناح طوارئ، وهتروح المحكمة هتتحبس وهتتغرم. وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن: 2. الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات. والله العظيم كل التحية لمعالي النائب العام. يبقى حضرتك لو قررت انك تغش او شرعت في الغش وعديت اي شيء اغذية او عقاقير او ادوية او منتجات طبيعية او صناعية او عدتها للبيع، النائب العام بيقولك او طرحتها للبيع مغشوشة كانت او فاسدة او التاريخ بتاعها منتهي الصلاحية، النائب العام بيقولك ايه؟ الحبس من سنة لخمس سنوات. الحبس من سنة، خلاص ده وجوبي، ده ما فيهاش او فيها حبس وجوبي من سنة لخمس سنين، وغرامة وكمان غرامة من 10,000 ل30,000 أو ما يعادل قيمة السلعة. يعني لو حاطط سلعة ب40-50-100,000 ما يعادل تمنها تدفعه غرامة. بمليون هتدفع المليون. قيمة السلعة اللي عرضتها ديت للبيع مغشوشة أو منتهيات الصلاحية أو فيها مشاكل، النائب العام حبس
حد الادنى سنه ومعاك لحد 5 سنوات وجوبي. الحبس هنا مش اختيار، الحبس هنا وجوبي، هتتحبس يا سنه يا 5 سنين، والغرامه تبدا من 10 تصل ولحد 30 او قيمه المعروض من سلع. ممكن لو عرض بمليون او 4 مليون او 10 هتدفع قيمتها غرامه. ما هو ده الردع. بنقول يا جماعه التزموا، ناس مش عايزه تلتزم، اهي الدوله تحركت، النائب العام تحرك. ايه تاني؟ او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، ايهما اكبر؟ ايهما اكبر؟ يعني هو ده، يعني هياخد الاكبر، الغرامة الاكبر، مش التلاتين، هياخد كل الحاجة الاكبر، ايهما اكبر؟ الردع. اضافة لما يجوز للمحكمة، وكمان ترك للمحكمة تاخد اجراءات القضاء به من غلق المنشأة المخالفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش. حلو الكلام ده، أنا أحب العبارات والجمل الواضحة. برافو برافو معالي النائب العام، كل التحية لحضرتك والله. رقم 3، حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها مستوردة كانت أو محلية، بحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 94 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. 4، احتكار السلع وإخفائها بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 100,000 إلى 1,000,000 جنيه. هو ده، حضرتك نزلت خدت سلع وشلتها او احتكرت، النائب العام بيقولك هتتحبس ما بين سنة لخمس سنين وغرامة من 100,000 لمليون جنيه. عشان الناس اللي عملوا الحكاية دي الايام اللي فاتت، افتكر هيتقبض عليك، هتتجاب وهتتحبس حد ادنى سنة لحد 5 سنين وهتدفع غرامة من 100,000 لمليون جنيه. خلوا بالكم، فضلا عن مصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين. حبس المنتجات الاستراتيجية، يعني اللي عنده منتجات وحبسها، يعني مخليها على جنب كده، اللي هو مدار المنتجات. تاني برقم 5، المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عند التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100,000 جنيه إلى 2,000,000 جنيه. يعني لو في سلع حضرتك من السلع الاستراتيجية اللي هي الزيت، السكر، الزيت والسكر والرز، دي الحاجات الأساسية. تاني بقول زيت سكر رز سلع استراتيجية، حطيتها على جنب حضرتك، فالنائب العام بيقولك حبس سنة مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100,000 إلى 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر؟ يعني رايح للتشدد، يعني دايما هنا التشدد، والتشدد هنا مطلوب، دي الحالات اللي بتتكلم لابد من التشدد فيها، فضلا عن مصادرة المضبوطات. وفي حالة العود يكون، يعني لو رجع مرة تانية، يكون الحبس من 2 إلى 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. رقم 6، بيع السلع المسعرة جبريا أو محددة الربح بسعر يزيد عن السعر المحدد. الكلام ده مهم جدا، بيع السلع المسعرة جبريا. في سلع اللي هي وزارة التموين طرحاها كيلو السكر مثلا ب6 جنيه أو ب4 أو ب5، أو سلعة محدد سعرها، وتم زيادة هذا الأمر إنه زود على السلعة دي سلعة كانت أو خضار أو فاكهة أي حاجة، هو بيتكلم على السلع بشكل عام مش زيت وسكر، لا لا لا، لو خضار وفاكهة ولحمة وفراخ وسمك، يعني أي حاجة المواطن ياكلها أو يشربها متحددة، اللي هي السلع المحددة جبرياً المسعرة. خلوا بالكم من الكلام ده،
خلي بالكم من الكلام ده، هتروحوا في 60 داهية والله العظيم عشان بالتجربة الناس. فالنائب العام قرر انه هيواجه حضراتكم، هي دي الدولة، هي دي الدولة عشان الردع. فقال ايه النائب العام؟ ركزوا، بيع السلع المسعرة جبريا او محددة الربح بسعر يزيد عن السعر المحدد او الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. يعني يقول لك، يجي حد يقول لك لا ده تمنها كذا، فتقوله لا، فحضرتك هتتحب. هقول لك هيعمل ايه فيك النائب العام دلوقتي، او فرض او تعليق بيعها على شراء سلع اخرى او بشروط مخالفة للعرف التجاري بحبس من سنة لخمس سنوات. يعني اللي هيعمل كده هيتحبس من سنة لخمس سنوات، وغرامة من 300 جنيه الى 1000 جنيه، فضلا عن مصادرة السلع واغلاق المحل لمدة ما لا يقل عن 6 اشهر، وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود الى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه الى 2000 جنيه إذا سبق الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح. نائب العام بيقول أن النيابة العامة تشير إلى وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاة الأمر، خاصة في مثل هذه في مثل الظروف الراهنة لدفع الضرر والأذى عن الناس، ولو احتمالا، وذلك تأسيسا على ما قره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر ولا ضرار. معالي النائب العام كل التحية لمعاليك، والله كل التحية لمعاليك. تهيب النيابة العامة، بشوف بقى البيان في الآخر كده، كما تهيب النيابة العامة بالتجار وأصحاب المحال والحرف عدم المساس بالسلع أو احتكارها والتلاعب بأسعارها، أمنوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحري طيبات الرزق خير من جمع المال بغير حق. حفظ الله الوطن ووقاه شرور الفتن. والله كل التحية لمعالي النشار حمادة الصاوي النائب العام. هو ده. إذا الناس مش جاية بالأدب، إذا مش جاي بالأدب النيابة العامة دلوقتي هتخترق الحظر عشان محدش ينزل الساعة من شغله 6:30. ما تنزلش 6:30 وتقول شغلي، لا، النيابة دلوقتي قرارات، محدش هيرحم حد في الشارع. الالتزام وجوبي على الجميع بقرارات حظر التجول، 7 تكون في بيتك مش 7:15. النيابة دلوقتي حطت قرارات، فالداخلية هتنفذ هذا الأمر لأن هي الملتزمة، الداخلية اللي في الشارع هي اللي بتأمن وهي اللي تطبق القانون، فالداخلية هتطبق هذه قرارات النيابة العامة. يعني مفيش حد لو سمحته يكون في الشارع بعد الساعة 6، ما تكونش بعد 6 تبقى في بيتك، لأنه من بداية 7 هيطبق عليك القرار النيابة العامة. خلاص النيابة العامة عامل قرارات دلوقتي عشان الاستهتار، المحل بتاعك تقفله قبل 5 عشان تكون بيتك، قافل المحل قبل 5 عشان تكون بيتك الساعة 7، لأنه الساعة 5:05 قرار هيتاخد ضدك. السلع اللي عندك حطها اعرضها كده اهو، ما تخبيش حاجة، هيتقبض عليك وهتتحبس، تبقى عندك مصيبة، محلك ده هيتقفل يبقى خراب وديار وكل الكلام ده. مفيش حد يزود أسعار ويحتكر سلع ويخبي حاجات على جنب. النيابة العامة والنائب العام قال لحضرتك لو سمحت التزم بالتسعيرة اللي موجودة المحددة، ما تزودوش في الأسعار على الناس، لا خضر وفاكهة ولا زيت وسمنة ولا سكر ولا لحمة ولا أي سلع. تاني بقول اللي يزود ابعتولي، اللي تلاقيه يزود ابعت لنا، أنا بقول لك على الهوا ابعتلي وأنا هبلغ النيابة العامة على الهوا، هقول له الحق المكان الفلاني مزودين الأسعار، هيجي. حافظوا على حال البلد، محدش يستغل اللي احنا بيحصل ده. كان لازم تحتاجوا قرار من النائبة العامة، كان لازم النائبة العامة تتحرك ويطلع بيان النائب العام بالقرارات. النائب العام
لانه ده بيتنافس خلاص نيابات على مستوى الجمهوريه هتشتغل دلوقتي من دلوقتي. قرار طلع هيطبق من الان، وقال لك في ناس مخالفين وهيتاخد ضدهم الاجراءات 6 حالات. فنخلي بالنا، التزموا البيوت، حافظ على البلد، بيع بما يرضي الله، بلاش، لانه مش هتقدر خلاص دلوقتي. مش هقول لك لا مش هقول لك، هقول لك التزم بالتسعيره. لا عندي دلوقتي قرار من النيابه العامه، التزم بالتسعيرة، ما تزودش. يا جماعة يا مواطنين يا شرفاء في ربوع هذا الوطن، أي واحد يزود تعريفة على السعر اللي موجود لو سمحت بلغ النيابة أو بلغنا، ابعت لي رسالة. أنا بقول لحضراتكم وهستنى من بالليل مش دلوقتي، عشان احنا مش هنقعد كتير دلوقتي، قدامنا وقت قليل حد الساعة 3، هبقى معاكم بالليل شوية كتير. فأرجوكوا لو سمحتوا ابعتوا لنا رسائل، أي مكان يزود سلع في أي حتة على مستوى الجمهورية ابعت لنا، صور لي المحل وابعتهولي، أنا بطلب أهو، أنا هعمل خدمة ليكم وخدمة لبلدي. طب احنا هنحارب الجشع ده ازاي؟ عندي قرار من النائب العام دلوقتي، عندكم قرار من النائب العام. النائب العام قال لحضراتكم اعملوا كذا، قال للناس التزموا بده. طب اللي ملتزمش نعمل معاه ايه؟ تبعتولي صورة المحل وسعر السلع اللي هي زيادة ازيد من التسعيرة بتاعتها. النائب العام ادانا كلام واضح، تسعيرة الايه؟ التسعيرة ده نيابة عامة، ده ملوش علاقة بالحكومة، ملوش علاقة بحد، ده نائب عام مستقل بياخد قرارات بناء على القانون عشان تحقيق الردع والاستقرار، ومحدش يستغلك. فتصور المحل وصور السلعة وابعتها لي وانا هعرضها على الهوا، وتبقى بلاغ للنيابة العامة، هيتحقق فيه فورا وهيتجاب. لانه خلوا بالكم بقى النهاردة مفيش او بقى حبس وجوبي اقلها 6 شهور، يعني نبدأ من 6 شهور لحد 5 سنوات. محدش ينزل في اثناء الحظر، اوعى تنزل وتقف في الشارع وتقعدوا تذاكروا في الشارع، لا. النائب العام دلوقتي بيقول لك ما تعملش كده، تجمعات طلابيه وسناتر ما تعملش كده، وبيوت ما تعملش كده. تاني بقول حتى في البيوت، في امريكا واحد عمل حفله لعشر افراد اتغرم 100,000 دولار، 100,000 دولار عشان عمل حفله جمع اصحابه في البيت عنده. الشرطه الامريكيه راحت خدته، دفع غرامه 100,000 دولار عشان 10 افراد قاعدين معاه في البيت. ما تعملش كده. احنا عندنا في مصر النائب العام بيقول لك فيها حبس، فيها ايه؟ حبس. ده اسمه تجمع، تخلوا بالكم. التجمعات اللي بتحصل دلوقتي على الشواطئ، روحوا، الحق روح، انا بقول لك اجري روح. انا ارجوكوا اللي قاعدين على البحر واللي قاعدين على الشواطئ على الهوا، بقول لحضراتكم لو تعرفوهم كلموهم يركبوا عربياتهم ويروحوا، لانه الساعه 7 وثانية لو اتمسكوا على الطرق هيتاخد اجراءات، ومش هيروحوا بيوتهم، هيروحوا يتعرضوا على النيابه. تاني بقول محدش يخترق القانون، محدش يتحدى سلطه الدوله، محدش يتحدى. حافظوا على البلد لو سمحتوا، حافظوا على البلد. شكرا معالي النائب العام سياده مستشار حماده الصاوي. ناس كتير لندن قدام حضراتكم على الهواء الآن، على الهواء مباشرة الآن. لندن درون، تعالوا نشوف كده لندن ملتزمة قد ايه حضرتك دلوقتي. ده انا بعرض لك لندن دلوقتي، اللي هو بص شارع لندن، بص حضراتكم اعرفوا الدول يعني لما بيحصل عندها أزمة الانضباط والالتزام، الشوارع فاضية. هو شايف، شايف حضرتك، لان عندهم مصيبة في بريطانيا، إذا رئيس الوزراء مصاب وتعبان، ووزير الصحة النهاردة طالع يتكلم ويقول لك آه ده احنا مش كنا بنقول أسبوعين، لا ده العملية قربت قوي، الأسوأ اقترب من الشعب الإنجليزي. بصوا حضراتكم لندن قدام حضرتك على الهواء دلوقتي، لأنه محدش عايز، يا جماعة الناس عايزة تحافظ، الناس مش عايزة تصاب ولا عايزة تموت، مش عايزة تصاب ولا تموت. نخلي بالنا، نخلي بالنا.
الالتزام مهم، الضوابط مهمة، وخاصة بعد التحول اللي حصل امبارح في امريكا، انه بينتقل بالكلام وينتقل بالتنفس، اللي عامل خبر، اللي عامل مشكلة من امبارح، عامل دوشة من امبارح خبر بتاع الامريكان. فلازم كل واحد فينا يبقى عنده التزام، لانه دي قوانين، قوانين والتزامات على كل واحد فينا. فلازم نخلي بالنا في ناس عمالين طبعا بيبعتولي خلي بالك ناس مزودة فعلا الاسعار، وفي بعض المناطق، وناس بعتلي بعض المناطق في المهندسين بيزودوا الاسعار فعلا، واغلى من التسعيرة بزيادة 3 او 4 جنيه. وكمان في بعض يعني في الزمالك في جامعة الدول اسعار غالية جدا غير اي مكان اخر، لازم حد يعمل كبسة عليهم. في ناس بيحاولوا يبعتولنا مشاهدين كرام كمان على واحنا بنتابع لندن قدام حضراتكو. بعت لي استاذ زكريا من فيينا بيقول لي انه في النمسا حاطين تعليمات قدام البنك، قدام البنوك، لازم تبعد متر عن اللي قدامك، يعني كل واحد بينه وبين اللي قدامه متر، اللي ما يلتزمش بالمتر بيدفع غرامه 500 يورو. لسه بعت لي حالا دلوقتي. قدام حضراتكم لندن اهو، قدام حضراتكم اهو بنتابع لندن الان على الهواء مباشره قدامكم، والتزموا والاجراءات اللي بتتم في الشوارع في لندن بنتابع مع بعض. لازم نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا كمان، واللي بيحصل حول العالم لازم نخلي بالنا تماما. بقول لحضرتك في فيينا لسه بعت لي دلوقتي الاستاذ زكريا حالا بيقول لي انه لا، الالتزام ده طابور من الطوابير، قدام البنك بينك وبين اللي قدامك متر، لو ما التزمتش بتدفع 500 يورو غرامه. الدول بتطبق غرامات رهيبه، غرامات رهيبه. فنخلي بالنا كمان من ادي لندن قدام حضراتكم بنتابع على الهواء مباشره الوضع في لندن ايضا، ولندن من الدول اللي هي داخله يعني الوضع فيها صعب جدا. وامريكا نشوف كده مع بعض كمان، امريكا عدد الاصابات وصل النهارده 245,000 والوفيات 6098. اسبانيا عدد المصابين 117,000، الوفيات 10,000 او داخلين على 11,000 اهو. ايطاليا الاصابات 115,000 والوفيات داخلين على 14,000. المانيا 85,000 اصابات والوفيات 1,122. فرنسا 59,000 اصابات والوفيات 5,387. بريطانيا اللي هي قدام حضراتكم دلوقتي 33,000 اصابه والوفيات 2,921. تركيا 18,100، بيزيد في تركيا جامد جدا 18,000 والوفيات 356. تعالوا نروح عدد الاصابات على مستوى العالم 1,034,086، 1,034,086 على مستوى العالم. عدد المتعافين 220,000، الوفيات على مستوى العالم 54,461. ده أحدث يعني إحصائية بنعرضها لحضراتكم أو بنقولها لحضراتكم دلوقتي. تعال نروح السخنة والزميل هاني النحاس. هاني مساء الخير عليك، تحياتي ليك، وقول لنا إيه اللي بيحصل في السخنة دلوقتي. مساء الخير استاذ احمد، احنا موجودين طبعا في السخنه من حوالي الساعه 10:30 كنا بنعدي بوابات السخنه. في بعض الشباب وبعض الاسر جايين، واضح ان هم يقضوا يوم النهارده باعتبار ويك اند هنا في شواطئ السخنه. احنا موجودين دلوقتي واقفين على احد الشواطئ المفتوحه او ما تسمى الشواطئ الشعبيه في السخنه. طبعا دي الشواطئ دي بتختلف عن شواطئ المنتجعات او بورتو او النوادي، او هناك في التزام كامل يعني من جانب تلك المؤسسات او الهيئات او النوادي اللي تابعه للهيئات دي. ولكن يعني ده مثال مثلا للشاطئ المفتوح، ده الشاطئ اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في بداية الحلقة، اللي كان عليه حتى 4 أجانب أصدقاء
من ساعه ما جينا هنا من الساعه 10:30 كانوا موجودين على الشط وعاموا شويه وكانوا بيصطادوا سمك. في طول الوقت من ساعه ما جينا الساعه 10:30 في اسر بتوصل هنا على الشط بيقعدوا ساعتين ثلاثه، يعني في احد الاسر موجوده متجمعين فطروا مع بعض هنا على الشط ودلوقتي بيتغدوا مع بعض، في ناس بتعوم. اعتقد في التزام في بعض الشواطئ والهيئات اللي احنا اتكلمنا عليها، ولكن في الشواطئ المفتوحه اللي احنا بنتكلم من احدها دلوقتي اعتقد محتاجه انضباطيه اكتر من كده. طريق السخنه يعني اعتقد النهارده بعد الجمعه البعض بيعتبر النهارده الويك اند او نهايه الاسبوع، ففي ناس نازله تتفسح في بعض التجمعات مش كتير قوي، ولكن هي للاسف هي موجوده. يعني اعتقد لو محتاجين هنا في الاماكن اللي زي دي، الاماكن الشواطئ المفتوحه او ما تسمى بالشواطئ الشعبيه، اعتقد محتاجه انضباط او تواجد امني لتوعيه الناس، لان زي ما حضرتك شايف يعني اسره كامله قاعده ما فيش ان حد بينه وبين حد متر، لا ده موجودين قاعدين من الصبح. واحنا بنقول الكلام ده كله لاننا دورنا الاعلامي الايجابي ان احنا نلقي الضوء لو في بعض السلبيات او في كجانب توعوي، نقول للناس خلوا بالكم اللي انتم بتعملوه ده مش صح. احنا داخلين في اسبوع صعب لمواجهه ولمنع انتشار فيروس كورونا، عندنا اعداد المصابين لا زالت الاوضاع الى حد ما تحت السيطره، ولكن اعداد المصابين بتزيد كل يوم، فمش وقته ان الناس تنزل تتفسح او يقضوا ويك اند. احنا لسه في ابريل، يعني ما تستعجلوش على الصيف، خلونا نحافظ في الوقت ده واحنا لسه في اول ابريل عشان كلنا نصيف مع بعض في شهر 7 و8. اما مثل تلك التجمعات على بعض الشواطئ المفتوحه في العين السخنه اعتقد ممكن يؤدي لبعض المشاكل، لو في احد الناس اللي موجودين على الشط دلوقتي مصاب بفيروس كورونا هيروح بكره الشغل هيادي الاسره بتاعته. في كذلك شفت من شويه مجموعه الشباب اللي كانوا واقفين هنا جايين من السويس بيقولوا احنا نازلين نغير جو. انا اعتقد ان الامر يلزمه مزيد من التوعيه، لابد من وجود تمركزات لمنع وجود اسر او شباب على الشواطئ المفتوحه، بخصوص كما ذكرت الشواطئ الانديه او المنتجعات او الاوتيلات فيها التزام بالطبع للقرارات الحكوميه بغلق كل تلك الشواطئ. ولكن احنا بنقوم بدورنا ان احنا طول الوقت موجودين في مختلف المحافظات الجمهوريه، دورنا التوعوي، دورنا كاعلام ايجابي لما بنشوف حاجه مش في محلها، وخاصه فيما يتعلق بفيروس كورونا تلك الازمه العالميه مش بتهدد بس مصر، بتهدد العالم كله. ولكن احنا دورنا ان احنا لو احنا ماشيين شفنا في حاجه غلط او في شغل شفنا بعض الثغرات بننبه المسؤولين عليها او الساده المحافظين. الشواطئ المفتوحه في العين السخنه تحتاج اعاده نظر، تحتاج تمركزات امنيه، تحتاج توعيه. يعني احنا موجودين من 10:30 في طول الوقت في عربيات بتقف على طريق السخنه بتركن، الاسر بتنزل تقعد بتفطر وتتغدى، واعتقد انهم هيبقوا قاعدين بالليل. كذلك في شباب طول الوقت موجود، فاعتقد دي المشهد الابرز النهارده في السخنه. نتمنى الساده المسؤولين التنفيذيين عن تلك الشواطئ ينتبهوا بوجود تمركزات، يكون في دور توعوي اكبر، مش محتاجين على الاقل الاسبوع ده او الاسبوعين اللي جايين اي تجمعات باي شكل من الاشكال، ولا شباب اصحاب مع بعضه ولا الاسر، لاننا اكيد احنا حريصين على حياه المصريين وحريصين ان شاء الله مصر تعدي من ازمه كورونا خلال الاسبوع ده باذن الله. هاني، الشواطئ اللي حضرتك بتتكلم عليها المفتوحه ديت مش المفروض في قرار باغلاق هذه الشواطئ؟ ازاي سمح ان الناس دي تبقى موجوده اصلا في الشاطئ حتى لو 5 افراد؟ يعني مش هتكلم على اعداد، حتى لو 5، لانه ده ممنوع. طالما في قرار باغلاق الشواطئ تغلق الشواطئ. يعني استاذ احمد، من ساعه ما دخلنا بوابات السخنه طبعا معروف ان ده البحر، الشواطئ ما فيش عليها اي حتى اسوار، يعني احنا لو ممكن هيثم كده تفتح الكدر، يعني احنا موجودين ده المفروض الطريق السخنه ما فيش اي حواجز بين الطريق وبين البحر، الاسر بتركن هنا على الطريق، يعني في بعض السيارات اللي راكنه بتركن هنا على جانبي الطريق او بتركن في المكان اللي انا واقف فيه ده، بيركنوا بمنتهى البساطه وبينزلوا يقعدوا في الاماكن دي، شط ممهد، شط مفتوح، واضح انه معروف والاسر بتيجي عليه طول الوقت، والشباب في تجمعات من ساعه زي ما بقول لحضرتك من ساعه ما جينا الساعه 10:30 طول الوقت في ناس بتيجي وتمشي وتيجي وتمشي، فواضح ان المكان هنا يعني مرتدينه كتير شويه، واخد بال حضرتك؟ فاعتقد ان الناس محتاجه توعيه، محتاجين كمان سياده المحافظ ياخد باله من المكان اللي احنا واقفين فيه. لما احنا المشاهد اللي حضرتك عرضتها في بدايه الحلقه على الهواء كانت لاربع اماكن تحديدا بتطل على البحر مباشره، والاربع اماكن دول دي تمركزات مرتدي المكان هنا الشواطئ المفتوحه او الشواطئ الشعبيه. اعتقد محتاجين نظره، مش بس الالتزامات الالتزام الحكومي يكون من جانب الاوتيلات او المنتجعات المعروفه او النوادي او شواطئ
النوادي في السخنه، لا كذلك بنتكلم على مكان مفتوح دلوقتي موجود فيه اسر وموجود فيه شباب، وطول الوقت طول ما احنا واقفين من ساعه ما جينا الصبح طول الوقت في ناس بتيجي وناس بتقعد وتجمعات وقعدوا فتره مع بعض واتغدوا مع بعض، واضح ان هم قاعدين لي بالليل. لا محتاجين توعيه، محتاجين تكون يعني من ساعه ما جيت من 10 ونص من 10 ونص لحد دلوقتي مفيش تمركز امني عدى. يعني في بعض المحافظات لما بيكون بنبقى موجودين فيها زي ما حصل في اسكندريه في طول الوقت في جولات وفي كل امن بيعدي، احنا لحد دلوقتي ما شفناش اي كل امن عدى يقول للناس انتوا قاعدين ليه او في قرار حكومي. اللي هيخترق حظر التجول هيتحبس. النائب العام طلع بيان دلوقتي الناس مش عارفه، اقول لهم الحقوا روحوا دلوقتي. هنبلغهم حالا يا استاذ احمد. حاضر هنبلغهم طبعا. يعني بنحاول ان احنا نوعي الناس. كنت واقف مع شباب قلت لهم ملوش لازمه التجمع، قال ما احنا بقى لنا اسبوع ما بنخرجش. قلت لهم ملوش لازمه برضه التجمع، فيعني ما تستعجلوش على الصيف. يعني الرساله المهمه دي تبقى موجوده. كذلك مهم زي ما بقول لحضرتك يكون في اكوال امنيه بتمر حتى على الشواطئ بالشكل ده، مش شواطئ عامه او شواطئ اوتيلات. في هناك التزام طبعا من جانب الشواطئ المنتجعات والفنادق، ولكن الاسر اللي بتيجي هنا ما اعتقد محتاجين توعيه خلال الفتره اللي جايه. هاني بشكرك وترجعوا بالسلامه، وعايزك تعمل لنا تقرير كده عشان حلقه المساء ان شاء الله مع اللي عندك في السخنه، وانت جاي كمان على طريق السخنه وانت راجعين بالسلامه ترجعوا بالسلامه. بشكرك شكرا جزيلا الزميل هاني النحاس من السخنه، شكرا لك وكل زملائنا الافاضل. هل معانا ندى موجود؟ طيب امبارح من كام يوم كده لما وصل اولاد مصر من لندن وباريس ونزلوا في فندق المطار وطلع البعض اتكلم فيديوهات، وانتوا عارفين تم استغلال هذا الامر، وكان منهم فتاه ندى عملت فيديو في اليوم ده، وبعض الاعلام اياه اللي حضراتكم عارفينه اللي انا ما بحبش وقلت لحضراتكم مش عايزين نتكلم عليه، اعلام الدوحه وغيره وغيره، اتكلمت في الفيديو فخدوا اجزاء من الفيديو ده وقالوا الحقوا بتقول وبتقول. ندى مساء الخير يا ندى. مساء النور، ازي حضرتك؟ اولا طمنينا عليكم في الميريديان. احنا الحمد لله في افضل حال الحقيقه، المكان هنا عظيم. القائمين على الفندق كلهم بصراحه يعني مش مقصرين على الاخر، كله بيسعى بكل جهده ان هو يعمل كل اللي يقدر عليه وزياده، سواء من اول المديرين استاذ هشام استاذ بوكسي استاذ فادي اصغر حد، كل حد حيث يطلب منه اي حاجه محدش ابدا بيتاخر، كله حقيقي بيسعى وبيحاول يعني بيعمل كل اللي عليهم وزياده كتير. الاقامه كويسه بصراحه؟ عظيمه جدا. انا امبارح كنت اول مره انزل اللوبي، كنت عشان اتكلم مع المدير بس عشان اشرح له الموقف، عشان انا بصراحه ما شفتش ابدا من هنا حاجه وحشه خالص. كمان اتقابلت امبارح في دكتوره ضياء، هي كمان رشحت فكره ان هو طيب احنا حيث ان احنا قاعدين ممكن ان احنا كمان نستفيد من القعده دي، ان احنا كلنا في وقت في مدرب مثلا موجود معانا على الطياره يعمل لنا كتمرين في مره في اليوم. فالحقيقه في افكار كويسه جدا والناس بتساعد بكل شكل وبكل جهد على قد ما تقدر الحقيقه. طيب ال- 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 الفيديو اللي انت اللي حضرتك عملتيه شفتي تم استغلاله ازاي؟ شفتي؟ للأسف في ناس كتير جدا ما في، يعني في ناس للأسف تهيأ لها إن أنا عملته وبعته للقنوات دي وده مش حقيقي وده ما حصلش، والناس دي استعملت الحاجات دي دون علمي. الناس دي لو هي يعني بشكل ما أو أنا كنت معاهم بأي شكل كانوا على الأقل هيبقوا حافظين عادية. إنما الناس دي استغلت هو أهم حاجة في صورتهم وحطوا الحاجة في نطاق معين، يعني قصوا الجزء اللي عايزين يوصلوا بيه رسالة معينة. اللي عملوه في الجزيرة قصت الجزء اللي عايزين يعملوه. مظبوط. انا لما قلت الناس قلت اللي ظروفه ما تسمحش ما يرجعش. يعني في ناس ظروفها ما تسمحش ان هي تقعد في غرفه لوحدهم عشان ظروف صحيه، ما كنتش بتعميم ما ترجعوش مصر ما تجوش مصر. لا طبعا ما كانش ده قصد حضرتك يعني خالص. حضرتك انا كنت قاعده هناك معايا والدتي، انا شايفه الجهود اللي الحكومه عاملاها هنا جهود جباره، قلت لوالدتي قلت لها يا ماما تعالي انزلي معايا الوضع هناك افضل من هنا 100 مره. الناس هناك شغاله وكان ده الحقيقه، يعني هنا ما شاء الله وقفوا المدارس بدري عن هناك، اهتموا بالناس ووقفوا الطيران من بدري، واللي هم قاموا دلوقتي معانا ده كويس جدا. بالعكس لو كان حصل بدري عن كده شويه كان اعتقد وفر حالات كتير جدا مرينا بيها حاليا. بس للاسف اللي حصل ان احنا ما كانش عندنا اي معلومه قبل ما امشي من هناك. سالت حتى في السفاره المصريه هناك قالوا ان الحجز في البيت، الطيارات اللي وصلت قبلنا اكدوا ان هم
قضوا اقرار وعملوا التحليل زي ما احنا عملناه بالضبط وروحوا على البيوت الحجر في البيت. فاحنا ما عندناش معلومه. لما وصلنا في الاول نزلونا بتنظيم صراحه رائع جدا بعدد كابتن كرو كان على الطياره لما شاف ان انا معايا طفله ومعاها عربيتها خلاني ركبت في العربيه تبع الديسيبلد عشان ازقها. لما وصلنا عند السير فللاسف السير كان بيلف بس الحاجات حواليه كان بالنسبه لي شويه صعب ان انا معايا بنت اوريدي بزقها في الاسترولر. كنت خايفه عليها يعني؟ طبعا انا بسيبها في مكان ولازم اخلي عيني وانا بلف حوالين الاسترولر. لما انا بقول ما فيش حد فدي خدمه بتبقى احيانا موجوده على طول موجوده في المطارات بمقابل مادي عشان حد يشيل الشنط. هي يعني يقدر العامل ان هو يبقى لابس الجلوز بتاعته ولابس الماسك هو بس يا دوب يشيلها ويحطها ويزق الترولي. ما طلبناش حاجه اكتر من كده. ان في ناس ظروفها ما تسمحش في شباب ما شاء الله يقدروا وفي ناس كانت بتساعد الحقيقه بس نتيجه التوتر الناس ما يعني المصريين في العادي بيساعدوا اكتر من كده كتير. نتيجه التوتر ناس كتير كانت تفتكري القنوات المعاديه اللي اخذت كلام حضرتك وحرفته يعني مساله الاستغلال ما حاولتيش ترد عليهم مره اخرى بعد ما عملوا ده؟ حاولت وكتبت لهم كومنت وكتبت بوست كده بس للاسف الناس بتبص على اللي هي عايزه تبص عليه. حتى الناس حتى في ناس للاسف مصريين كتير هجموني هجوم حد جدا وان انت قاعده تسوي سمعه البلد. طيب انا مصريه وزي زي اي حد ولما انا بقول ارجع انا عشان عندي ظروف دراسه وعامله حسابي ان معايا هناك معايا والدتي تاخد بالها من البنت مثلا لان دلوقتي فتره حرج اخر السنه حرام طبعا ان السنه تروح على الاسبوعين اللي في الاخر. كنت عامله حسابي هنا معايا مثلا ان هو كان هيبقى زوجي قاعد هو هياخد باله من البنت. ده سبب ما انا بقول لو كده لو في طياره ارجع عشان ما اضيعش السنه كلها في الوقت ده. مش يعني مش ان انت كارهه البلد يعني؟ لا خالص اطلاقا. للاسف في ناس فاهمه غلط تماما والناس اللي خدت الكلام ده واستغلته انا لما رديت عليهم ما اهتموش. وحتى للاسف في مصريين كتير ما بصوش للجزء ده ولا بصوا ان انا بكذب فضلوا برضو ماسكين على نطاق ان هو لا كذا. وفي ناس جابت حاجه انا كاتباها من 2014 يعني ده من حضرتك شايف دلوقتي ست سنين الناس بتتغير. ده بالعكس يعني ما يكون حد رايه اتغير دي حاجه كويسه. وناس ضافت عليها افتراءات ان انا رحت رابعه وده عمر ما حصل. انا اصلا ما دخلتش القاهره كلها في الفتره دي خالص ولا قربت منها. ففي ناس بدات مش بس مثلا حاجه جبوها وكانت موجوده واتغيرت لا في ناس بدات تقول افتراءات ما حصلتش. اتغيرت للافضل بالنسبه لك؟ الايه؟ للافضل اللي هو 2014 اللي كتبتيه ما بقاش مش شايفاه دلوقتي. مش شايفاه حتى انا وقتها اصلا واحد منهم. انا بتكلم ان لولا ان اللي حصل كان في ناس كنا هنبقى شايفينهم ان هم رجال دين ودراهم هم للاسف ما بيعملوش بدين ان هم بيدعوا بيه كفايه. فانا مش شايفه ان دي كان فيها حاجه. مع ذلك حتى انا كنت لما انا كنت مع الناس شايفه ان هو من جانب انساني بس ان برضه الواحد بيبقى شايف ان هو حرام روح تروح ده حاجه في الفطره الطبيعيه. بس مع ذلك عمري ما وقفت معاهم في الجانب السياسي. عمري ما شفت الناس دي سياسيا تصلح نهائي. فالناس للاسف في كتير في مصر يعني بيخلوا الناس اللي هو انت غيرت رايك لا انت واحنا برضه شايفينك وحش لو سمحت ارجع لرايك القديم عشان احنا بنفضل شايفينك وحش. لكن ال ال ال, ال ما كانش هدفك تسيء لمصر ولبلدك ولناسك وللدوله من الفيديو ده اطلاقا. حضرتك احنا مصريين يعني دلوقتي لو احنا ما شفناش الحاجه وقلنا ده بيحصل غلط في مشكله ما كانش مش هيتصلح مين هياخد باله. احنا واقفين في ممر ضيق يعني يعتبر ضيق بالنسبه للعدد ندى. طب شفتي اللي اتعامل معاكوا الدوله اتعاملت معاكوا ازاي في انه تيجوا في هذا التوقيت رغم المطارات قافله نبعت 4 طيارات لندن مش عارف نجيب مين؟ دي حاجه عظيمه جدا طبعا. يعني احنا كنا بنستنى الطيارات دي ونط الثانيه دايما متابعين مع السفاره لاي طياره جايه. وانا بالفعل كنت حجزت قبل كده على طياره تبع اير كايرو وكنت هاجي عليها بس للاسف حصل لي ظرف بعد ما حجزت وظبطت التيكت كل حاجه وما طلعتش على الطياره فعلا. لان كان عندي حاجه في الدراسه عطلتني. لكن هي حاجه كويسه جدا وكنا بنسال كانوا يقولوا مثلا في اليوم الفلاني في طياره هجيب رعايه وتاخد رعايه. وده فعلا اللي كان بيحصل بصراحه وكانت حاجه كويسه جدا 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 كلنا شايفينها. وكمان بالاضافه علشان اسف على حضرتك دلوقتي لما احنا بنشوف الحاجه ونقول يا جماعه دي فيها حاجه غلط دي بتتصلح. يعني هو احنا لما اعترضنا واغلبنا كان متضايق جدا المكان اللي كنا فيه والجو للاسف في المطار لان احنا كنا اول مره حد يحصل يعني اول طياره يحصل معها الموضوع. الجو اللي اتحطينا فيه من مكان ضيق مع عدم تهويه مع سجاير مع ما فيش حاجه بنشربها فبالتالي الريق ناشف مع ان دي المكان بيخلي الناس تلمس نفس الاماكن اللي هم عايز اسال حضرتك على سؤال
لانه يوم ما وصلته في بعض الناس عملوا فيديو كده، الاكل ما كانش كويس، الفينو كان مش عارف ايه، ادوكوا سندوتشات مش عارف شكلها ايه، حاجات كده، ايه الحكايه؟ شوف حضرتك، انا لما وصلت الحقيقه انا سالت قلت لمستر هشام، هو كان هو واقف وقت التسكين، قلت له لو سمحت بعد اذنك دلوقتي انا معايا طفله، يعني يا ريت ان هو لو في عشاء يبقى حاجه مجهزه. وفعلا بصراحه مشكور، بعت لي يعني وجبه زياده. هي الحقيقه الوجبات هي كويسه جدا لفرد وكل حاجه ومقدره جدا، بس هو الفندق بيعمل اللي عليه، لان هو الفندق كان برضو شويه متفاجئ، يعني القرار ما كانش من زمان. فزي ما احنا متفاجئين، الفندق كمان بيعمل اللي عليه واللي يقدر عليه، والاكل بيتحسن يوم عن يوم بشكل كبير جدا فعلا. ولما سالتهم على الحاجات الطفله مثلا، قلت لهم الزبادي طب هيجي، طب بعدين انت مش عارفه ايه، بس بداوا يوفروا مثلا حليب. بدأوا يوفروا، لما قلت لهم مثلا طب وجبه الغداء، الغداء لو ممكن كذا، بدأوا دي وجبه زياده، يعني هم بيهتموا وبيحاولوا بيستجيبوا يعني جدا. جدا. ومحدش دفع فلوس، مش كده؟ اللي كانوا بيتكلموا على فلوس وهندفع وهنعمل، مش كده؟ لا، هو اللي حصل، اللي حصل في المطار ان هم في الاول قالوا لنا فعلا ان احنا ندفع، بس هو للاسف في ناس كتير مادياتها ما تسمحش حاجه زي كده من اللي كانوا معايا. فبالتالي لو مثلا انا مقتدره وغيري مقتدر دفعنا، احنا هنبقى بنظلم الناس. صح؟ بس خلاص في الاخر خلاص. هو فعلا احنا لما حصل كده وقلنا لا خلاص، بس مع ذلك انا شايفه ان الناس المقتدره دلوقتي المفروض ان هو المبلغ اللي كنا نقعد بيه هنا، طالما ان ربنا كرمك، طب ما تحطه في صندوق تحيه مصر، ولا شخصيا اللي انا هعمله، طالما ان في امكانيه وخلاص الحمد لله دلوقتي احنا ضمننا حق الناس اللي ما تقدرش تدفع ماديا، وده المهم. بس بتقولي في ناس تقدر تدفع؟ طبعا في ناس ماديتها تسمح، انا شخصيا واحده من الناس الحمد لله مقتدرين ونقدر ندفع. هتدفعي الفلوس دي لتحيه مصر؟ طب والله برافو عليك. ايوه، طالما ان احنا خلاص الحمد لله، بس اهم حاجه ان احنا شلنا بعض، ضمننا حق الناس اللي ما تقدرش. لو احنا دفعنا يبقى احنا بنضغط على الناس دي ضغط زياده في وقت ما يسمحش. الشغل كله واقف دلوقتي والدنيا كلها واقفه للاسف. فلازم نراعي حضرتك. معلش ندى، فبتقولي المبلغ اللي كنت هتدفعيه للفندق اقامتك هتدفعيه لصندوق تحيا مصر، وبتطلبي اللي موجودين مع حضرتك المقتدرين منهم المبالغ اللي كانوا يدفعوها يدفعوها لتحيا مصر. مظبوط. انا شخصيا شايفه ان ده افضل حاجه دلوقتي، لان هو دلوقتي ده حق البلد وده افضل حاجه، خصوصا ان احنا دلوقتي يعني هو الفندق ده مش تبع البلد، يعني هو يعتبر حاجه استثماري، فاحنا دلوقتي بنرجع حق البلد للبلد. برافو عليكي، بحييكي. الصحه بيتعاملوا معاك ازاي؟ بيكشفوا عليكم كل يوم؟ في كل يوم بيعدوا 3 مرات ياخدوا الحراره. وفي طبعا امبارح كان في دكتور، معلش، كان في دكتور قضياء امبارح، الحقيقه كانت عملت ادانا تعليمات بانه ازاي هنتعامل في الوضع الحالي، وانه يا جماعه سيبوا مسافات، وانه راعوا، ودي حاجه مهمه جدا. فهم الحقيقه يعني بيسعوا وبيعملوا اللي عليهم بكل قدر ممكن، سواء صحه، سواء فندق، سواء الصراحه الحكومه نفسها قايمه بدور عظيم جدا. يعني انا هل لسه في ناس بيعملوا تجمعات تحت، بينزلوا يقعدوا مع بعض وكده؟ لانه موضوع حجر صحي، عارفين حجر صحي ان الناس تقعد لوحدها وقافل على نفسها، ما يبقاش في اختلاط. ده حقيقي. الحقيقه انا امبارح كانت اول مره خرجت من الاوضه ونزلت تحت، كنت زي ما قلت لحضرتك كنت بتكلم مع المدير عشان بشرح الموقف، لان انا يعني بقدر جهودهم جدا، وقلت له ان اللي انا عملته الحقيقه ما قلتش اي حاجه على ظهري، انا كنت بس الوضع اللي في المطار كان وضع ينشر الفيروس، فطبعا الكل كان مضطرب جدا، واللي معاه اطفال كبار السن كل واحد بيكون ليه ترتيبات، فطبعا الترتيبات دي اختلفت بالمفاجاه اللي كانت جايه لنا. لما نزلت امبارح طبعا في ناس بتتجمع، في ناس بس بتطلع يعني باطفالها مثلا بره عشان الاطفال تشم هواء بس. بس الناس بدات تخف التجمعات دي كتير جدا بصراحه. بدات الناس تلتزم يعني. لان هو لو ما التزموش هيبقى كده برضه فلوس البلد بتروح الارض، وده حرام برضه، لان دي مسؤوليه ان البلد تدفع لها، دي مسؤوليه زياده عليه. لا، لازم تخلوا بالكم عشان كمان ان شاء الله تخلصوا الكام يوم دول وترجعوا تروحوا بيوتكم بالسلامة. بشكرك ندى، بشكرك شكرا جزيلا، وكل اللي عندك كل التحية ليك، وكمان على يعني اللي بتعملوه. وندى قالت لك اقتطعوا كالعادة، ما هو ياخد جملة لا يمكن، وفي الاخر قالت لك فلوس انا هتبرع على تحية مصر. خلاص، طالما مقتدرة مبلغ اللي كنت هدفعه كانش عندي مشكلة، هتبرع بيه لصندوق تحيا مصر. من شويه كنا بنتكلم عن سوق المنشيه في فيصل، تعالوا نروح للزميل مصطفى الشيمي نعرف ايه اللي حصل في السوق. اتفضل يا مصطفى. Thank you.
مساء الخير يا استاذ احمد ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. زي طبعا ما حضرتك ما ذكرت احنا هنا في فيصل وبالتحديد في سوق المنشيه. يمكن لو علوي يجيب لنا المنظر دلوقتي ده حضرتك يا استاذ احمد اللي قدامنا ده سوق المنشيه في شارع المنشيه فيصل. خليني اقول لحضرتك يا استاذ احمد الحقيقه ان النهارده يمكن احنا متواجدين من قبل الساعه 12. الحقيقه هنا الناس كانت في دنيا تانية خالص، مش فارق بقى معاها لا كورونا ولا فيروس ولا الكلام ده كله، انا بتكلم بمنتهى الصراحه. طبعا ما فيش اي نوع من انواع الحيطه او الحذر، لا جوانتيات ولا كمامات. هنا الحقيقه المنظر فوق الوصف، مش عايز اقول لحضرتك. وخليني برضو اوضح ان يمكن ال 30 ثانيه اللي حضرتك عرضتهم النهارده من شويه واحنا كنا متابعين مع حضرتك 30 ثانيه في برنامج على مسؤوليتي غيرت هنا مجرى الشارع خالص. الحي بدا يتحرك من 30 ثانيه اتعرضوا في برنامج على مسؤوليتي. الحقيقه الحي بدا يتحرك، جم الاول يقولوا للناس يا جماعه ممنوع الاسواق وخصوصا الجمعه والسبت، ما ينفعش يبقى في اي اسواق. البعض التزموا البعض لا، فكانت دي النتيجه ان تم طبعا الازاله للسوق زي ما احنا ما شايفين. ولكن اللي احنا بس بنطلبه من الناس يا جماعه والله العظيم احنا مش قصدنا ان احنا يعني نضايق حد او حاجه لا سمح الله، احنا بس بنقول يا جماعه بلدنا، خلوا بالكم من بلدنا، خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من اهلكم، خلوا بالكم من شعبكم. المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده يا استاذ احمد يعني يمكن الصوره مش محتاجه اي تعليق، ولكن عايزين نوعي الناس اكتر. يا جماعه التزموا في البيوت. حضرتك كنت بتقوله يمكن من شويه وكنا متابعين برضو مع حضرتك، يعني الاسبوع ده من اخطر واهم في نفس الوقت الايام اللي لازم الناس تاخد فيها الحيطه والحذر. فبنوعي الناس وبنطلب من الناس الزموا بيوتكم. هنا الشارع الحقيقه يا استاذ احمد والناس، انا بتكلم اهو وسط الناس، يعني مش عايز اقول لحضرتك علوي هات كده هات كده عشان استاذ احمد والساده المشاهدين يشوفوا معانا. الناس هنا بصراحه لا جوانتيات ولا جلافظات ولا اي حاجه. احنا هنا في استاد يعتبر، يعني لو في ماتش كوره مش هيبقى التجمع زي اللي احنا شايفينه ده. فيعني بس بنرجو من الناس شويه وعي عشان خاطر بلدهم وعشان خاطر نفسهم وعشان خاطر اهل بيتهم. اللي هيعدي واحد، الواحد ده هيقدر يعدي ألف وهيعدي اسرته، ومش بعيد لا قدر الله، وده ما نتمنهوش يعدي الشعب المصري كله. فبس اللي بنرجوه من الناس التزموا البيوت، التزموا البيوت، لان المنظر ده ما يرضيش حد. انا بلدي بتصعب عليا يا استاذ احمد. ايه المنظر اللي بلدي بتصعب عليا لما نشوف المنظر ده في عز ما كل الدنيا وكل الدول بتقول يا جماعه خلوا بالكم من الفيروس الخطير ده، الناس ولا في دماغها ولا في دماغها يا استاذ احمد للاسف. بصوا الشارع يعني ومصطفى معانا، بصوا حضراتكم. وانا بشكر طبعا سرعه التحرك سيد محافظ الجيزه، بشكره شكرا جزيلا. سيد مدير امن الجيزه بشكره شكرا جزيلا يعني على التحرك السريع وانهم يفضوا يعني هذا السوق. بنقصد دايما من دلوقتي بتشوفوا عمليه فض لهذا السوق قدام حضراتكم على الهواء مباشره اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه هذه الحلقه، ومعانا مصطفى الشيمي اللي موجود في السوق. فطبعا بيتم عمليه فض السوق لانه قلنا اغلاق الاسواق الشعبيه. الامراض يا جماعه، في فيروس بينتقل كل لحظة، أعداد بتزيد في العالم كله. ليه إحنا مستهونين بالموضوع؟ ليه في ناس مستهترة بالأمر؟ شايفين اللي قدام حضراتكم ولا كأنه في أي حاجة. بصوا حضراتكم المنظر، هل ده معقول يا جماعة؟ يا جماعة خافوا على نفسكم، كل واحد يخاف على نفسه. سوق إيه وزحمة إيه وتكدس إيه؟ وده النهاردة ده رئيس الوزراء عامل قرار النهاردة جمعة وسبت مفيش حاجة من المناظر ديت. الدولة بتعمل حاجات ونيجي ناس تعمل تبوظ كل حاجة. بص المنظر اللي قدامك، شايفين؟ شايفين الأعداد؟ ونقول عندك بص حضرتك بقى على الهوا. طبعا لو ما كناش والسوق كان ممكن يقعد لحد الساعة 5 و6 و7، هو حد شايف؟ ولكن
شكرا كمان على سرعة التحرك وفض هذا السوق، بيعملوا فض طبعا للسوق، ويا رب كده ما يحصلش اي مشاكل، لا نتمنى اي مشاكل للناس اللي هنا. زي ما بقول احنا في حالة طوارئ، والنائب العام لسه عامل بيان بيردع مثل الناس زيت، اهلنا طبعا وعلى دماغي وربنا يحفظهم جميعا، ولكن مصلحتهم وصحتهم اهم من المكسب. النهارده المواطن النهارده ما بيدورش هيكسب كام، حافظ على صحتك يا سيدي، اقعد في البيت. ايه المناظر دي اللي انا شايفها قدامي دي؟ ايه الناس اللي فاتحه كانه والمحلات فاتحه وحاجات فاتحه ولا كانه في كورونا؟ مئات الالاف بره، تجاوز المليون في العالم. يا ناس حسوا، حسوا بالبلد، حسوا بالخطر، ارجوكوا كل واحد يلتزم بيته لو سمحتوا. كفايه النائب العام البيان اللي عمله من شويه والقرارات اللي اخذها من شويه، الناس دي تدخل تحت طائله القانون تتحاسب. ولكن اهو الداخليه هتمشيهم يلا روحوا خلاص، يعني من غير ما يبقى في عقاب. ولكن غلط كمان، غلط انه الناس تعمل سوق وهو في قرارات باغلاق الاسواق، قفل الاسواق. بشكرك مصطفى الشيمي وكل الزملاء اللي موجودين معاك، خلوا بالكم بس على نفسكم كمان وترجعوا بالسلامه كمان، ربنا يسترها ان شاء الله. من شويه كنا بنتكلم على الاليوبيه وسوق سوق الاليوبيه، كنا بنتكلم سوق بهتيم كنا بنتكلم عليه اللي كان امبارح، المحافظ قفلوا السوق كمان، اتقفل السوق كمان في محافظة الأليوبية، تم إغلاق السوق قدام حضراتكم، والجهزة الأمنية نزلت مع المحليات مع مجلس المدينة، قفلوا سوق بهتيم زي ما قلنا لحضراتكم. كنا عرضنا اللقطات من شوية مع وكان معنا المحافظ اللي هو عبد الحميد الهجان، قال خلاص اتقفل السوق، وبالفعل نزلت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، مديرية الأمن مع المحليات مع شبرا مع حي شبرا، إغلاق سوق بهتيم. يا جماعة لو سمحتوا، يعني أنا كمان لما بنروح أماكن زي كده أو بيجينا فيديوهات زي كده، إحنا مش عايزين والله حد يزعل، أنا عايز صحتك والله، عايز صحتكم أقسم بالله العظيم، مش طالع عشان حد يتضايق، أنا طالع عشان أوعي حضرتك إن اللي بتعملوه ده غلط وخطر، خطر عليكم أولا، خطر عليكم وعلى أهاليكم. الأسواق دي هو ده واحد بين الحالة الكام، لو واحد في السوق زي كده هيعمل كل الناس اللي موجودين، ما تحافظوا على نفسكم شوية لو سمحتوا. أشكرك سيد محافظ القليوبية، سيد محافظ الجيزة، أي حد بيعمل أي حاجة، وأتمنى يكون كمان اسكندرية مع الأسواق اللي هم الناس بعتولنا كمان اللي هو محمد شريف يكون قفل وخلص كمان. لأرجوكم محدش يفتح أسواق، ما تعملوش أسواق، في عربيات متنقلة، الأجهزة، الخدمة الوطنية، أمان، وزارة التموين، وزارة الزراعة بينقلوا حاجات، السلع موجودة، ما فيش عندنا مشكلة سلع. أنا عارف القرى بيبقى عنده سوق، هو ما عندوش مكان إلا السوق ده، فأتمنى إن احنا كمان نوسع قاعدة هذه العربيات المتنقلة كمان تروح للقرى في بلادنا، لأنه هو ما عندوش حق، ما عندوش إلا السوق ده، اللي بيخرج يشتري منه حاجته، لا يتم يبقى عندك بديل، إيه البديل؟ أسواق متنقلة، عربيات متنقلة، خدمة وطنية مع الزراعة مع أمان الداخلية مع وزارة التموين يقدروا يعملوا ده، وعاملين السلاسل اللي هي موجودة في المحافظات دلوقتي. فالناس بتروح تاخد حاجتها من هذه الاماكن اللي هي معموله في كلنا واحد او غيرها من الشوادر كمان اللي عاملاها الجهات المعنيه والوزارات المعنيه، انه كمان يوفر لك احتياجاتك، مش هيبقى عندك مشكله على الاطلاق. ولكن كمان ما تعملش حاجه غلط، انه كمان ده غير قانوني اللي اتعمل، ده سوق يتفتح ده غير قانوني، والجمعه والسبت الدنيا مقفوله، بلد تتقفل، يعني تتقفل، مفيش محلات تفتح، مفيش محلات تفتح، مفيش اسواق يبقى مفيش اسواق، هو ده القانون بيقول كده، قرارات دولة نحترمها، ونقعد في البيت. هو نازل تعمل ايه في الشارع؟ الفيروس دلوقتي بالكلام، حد بيكلمك كلمتين ممكن ينقل لك العدوى بالنفس، الامريكان قالوا كده امبارح، مش احنا، الامريكان اللي قالوا. قبل ما اطلع زميلنا مجدي يوسف كمان، خلينا كمان قبل ما نخرج، لانه في
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده مهم الكلام ده. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب مجددا خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا. أكد السيد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي كونتي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا، مرة تانية بقول لحضراتكم، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن السيد الرئيس أعرب مجددا خلال، لأنه ده مش أول اتصال، كان حصل أكتر من اتصال قبل كده، أعرب السيد الرئيس مجددا خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا. أكد السيد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق. لو عندنا صورتين للسيد الرئيس ورئيس الوزراء الإيطالي ممكن تنزلوهم لو سمحتوا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب مجددا خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا. وأكد السيد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا. معلش أنا آسف، مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ده اتصال السيد الرئيس برئيس الوزراء الإيطالي كونتي. خلينا يعني قبل ما بالليل إن شاء الله نكون مع حضراتكم الساعة 10 مساء، نشوف مصر إن شاء الله دايما أحلى وأحلى وأحلى. التزموا البيوت، محدش يكسر حظر التجول خالص، محدش ينزل، بلاش تجمعات، لأنه دلوقتي بقى فيه قواعد وإجراءات قانونية وعقوبات تطبق على أي حد هينزل من بيته، عربية خاصة، عربية نقل جماعي، مجموعات طلبة، ناس قاعدة. أرجوكم التزموا البيوت. النائب العام البيان اللي واضح فيه قرارات وإجراءات وحبس وغرامات، ما تتاجرش بقوت الناس، ما تغليش الأسعار، ما تعملش حاجة تخبيها على جنب، ما تحتكرش، كل ده دلوقتي أصبح تحت العدالة، القانون، الردع. التزموا بيوتكم لو سمحتوا، من فضلكم في البيت لو سمحت، وأي شغل امشي من شغلك الساعة 2 3 بالكتير تكون مروح، الساعة 7 ودقيقة أو ثانية الداخلية هتاخد إجراءات، والنيابة العامة نائب العام قرارات لكل النيابات العامة هتطبقها، قرارات حبس وغرامات. التزموا بيوتكم، بيوتكم التزام، البيت ثم البيت ثم البيت.
مفيش حاجة أخرى لو سمحتوا. هيئة كبار العلماء بيان مهم كمان. هيئة كبار العلماء ليها البيان الثاني اللي صدر دلوقتي تؤكد دعوة الناس للتجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق اعتداء على شريعة الله. نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية. الاحتكار هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام، الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حرمة من الاحتكار في الظروف العادية. هيئة كبار العلماء بيان حالا مهم جدا على الجميع الاستجابة لكل تدابير الحجر الصحي. على الجميع الاستجابة لكل تدابير الحجر الصحي. هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف. على الجميع الالتزام، هيئة كبار العلماء على الجميع الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات. هيئة كبار العلماء بتقول على الجميع الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات. هيئة كبار العلماء، ما حدش هنا هيزايد، هيئة كبار العلماء. يجوز اللي جاي ده مهم قوي، كنت لسه امبارح بسأل في الحكاية دي، يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها. كل التحية لفضيلتك فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشكرك بحييك فضيلة الإمام، كل التحية والتقدير لفضيلتك. شكرا فضيلة الإمام، شكرا هيئة كبار العلماء. قالوا إيه؟ خلي صورة الإمام لو سمحت قدامي لو سمحت. تاني بقول يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها. يعني لو كنا بنخرج، أنا مش مفتي بس يعني اللي نعرفه كده، لو في زكاة رمضان لو عايز تخرجها دلوقتي طبقا لهيئة كبار العلماء وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، نخرجها دلوقتي عشان في ظرف طارئ، في ظرف طارئ. ممكن تشوفوا لي حد، ممكن مداخلة سريعة يا جماعة حالا لو سمحتوا، كلام ده مهم، بيان هيئة كبار العلماء ده مهم قوي سريعا كده، لأنه أيضا أمر يهمنا كلنا. زكاة الزكاة ورمضان والفطر وكل اللي حضرتك عايز تعمله في رمضان، هل ممكن أعمله دلوقتي ولا لا؟ فضيلة الإمام وهيئة كبار العلماء بتقول كلام مهم وبيان واضح ومهم، بيقول لك كمان عليكم الالتزام بالحظر ووقف التجمع، فيش تجمعات، حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات لو سمحتوا. وكلنا بنصلي دلوقتي في البيت صلاة الجمعة، بتصليها ظهر. احنا أصحاب الشأن والعلماء وأصحاب الرأي وأهل الفقه والعلم وعلمائنا الأجلاء هم اللي بيقولوا كده، والشيوخنا بيقولوا كده، فإحنا بنلتزم بده، بنلتزم بيهم، بنقتدي بيهم. نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية. نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية. الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حرمة من الاحتكار في الظروف العادية. يعني كله محرم ولكن في أشد حرمة دلوقتي عشان في وباء. الدكتور عبد الله سرحان الأمين العام لهيئة كبار العلماء. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هذا بيان مهم يصدر الآن عن هيئة كبار العلماء، رسالة هذا البيان للرأي العام الآن. والله يا أستاذ أحمد، إحنا دايما بنحس بنبض الشعب وكل البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع، وبنشوف أهم القضايا
اللي هي نقول فيها الرأي الشرعي الوسطي المعتدل، ورصدنا كل ما يدور في مسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، ويعني وبعدين هيئة كبار العلماء بتجتمع عن طريق التواصل الاجتماعي، لأن طبعا حضرتك عارف ما فيش يعني اجتماع مباشر دلوقتي، احنا لدينا وسائل أخرى بديلة للاجتماع، وبالتالي بنعرض هذه الأسئلة التي تدور يعني على الساحات المختلفة، وبنشوف الرأي الوسطي الفقه المعتدل، بحيث ان الناس لا نعسر على الناس، بل نعطي لهم رأي الشرع، والشرع هو ييسر ولا يعسر، وخاصة في وقت الأزمات. طيب النقطة الأولى هناخد نقطة. النقطة الأولى اللي هي الناس اللي بتدعو بتتجمع وقول لك تعالوا نتجمع عشان الدعاء. لا، ما احنا ده أول نقطة احنا قلنا رأي الشرع فيها، وقلنا أن سيدنا عمر ابن الخطاب في وقت الطاعون لم يدعو إلى التجمعات، وهذا أمر منافي الإسلام، لأن التجمعات أشد خطر وضرر الآن، فكيف يعقل بأن نفعل هذا؟ ولذلك جاء البيان بيبين رأي الشرع في مثل هذه الأمور بوضوح. الأمر الثاني نشر الشائعات، وأيضا تحدثنا عن نشر الشائعات، وقلنا أن نشر الشائعات في مثل هذا التوقيت هو أشد حرمة من أي وقت آخر، لأنه يبقى فيه بلبلة ويساعد على عدم الاستقرار، ويعطي هلع وخوف وزعر للناس وللأطفال، وبالتالي إذا كان الشائعات في الأوقات العادية محرمة فهي الآن أشد حرمة. الاحتكار، وكذلك الاحتكار، نحن نعلم أن بعض التجار وليس الكل، ولكن لأن غالبية التجار بفضل الله يعني في مصر وفي أنحاء العالم الآن وفي البلاد الإسلامية لا يعني يرفضون مثل هذا العمل، ولكن احنا بنؤكد ونشدد على أن الاحتكار في مثل هذا الوقت العصيب هو أشد حرمة من أي وقت آخر، لأن السلع يعني في وقت الأزمات لابد أن تتاح ولا تمنع أو تحظر، وبالتالي كان رأي كبار العلماء بأن الاحتكار في هذا الوقت العصيب هو من المحرمات الشديدة التي نهى عنها الشرع. الزكاة يا فندم، الرأي الزكاة اشرح لي ده باستفاضة بعد إذن حضرتك. الزكاة الآن طبعا تخرج إذا حال عليها الحول، وهذا أمر معروف للجميع، ولكن في ظل الأزمات يجب ان احنا يبقى عندنا رؤية استباقية، هل الشريعة الاسلامية تبيح ان تخرج زكاة سنتين مقدما؟ نعم، هناك اراء فقهية تجوز ذلك، ونحن اخذنا بهذا الرأي تيسيرا على الناس، وان الناس من الممكن ان تخرج الان زكاتها لسنة قدام وسنتين قدام، حتى نساعد الاسر الفقيرة والعمالة اللي هي يعني انقطعت ارزاقها، وبالتالي هذا هو رأي الشرع ومدعم بالادلة، والبيان اللي خارج دلوقتي وان كان موجز ولكن لدينا تفصيلات أخرى ستكون في مجلة الأزهر إن شاء الله، ولكن البيان اللي موجود فيه رأي الشرع بوضوح وبالأدلة المدعمة من كل جهة. يعني رمضان لو عايز تطلع زكاتك رمضان طلعها لو عايز دلوقتي. تطلع يجوز. لا ده مش دلوقتي يا أستاذ أحمد، لا لا بقى ده أنا نوضح أكتر، ده يجوز رمضان هذا وتطلع عن رمضان الجاي كمان. يعني البيان يقول يجوز تقديم الزكاة لمدة سنتين وليس سنة واحدة. هايل. لو انا هل يجوز انه العمالة اللي هي بتشتغل باليومية وقعدوا في البيوت دلوقتي هل يجوز اخراج الزكاة ليهم؟ يعني نعم يجوز. دون شك يجوز، نعم اخراج الزكاة، والبيان بيواكب كل المستجدات وكل الاسئلة التي تدور على الساحة، البيان بيجاوب عنها وبيقول ان الشريعة الاسلامية هي تدعو الى التكافل وتدعو الى التعاون، وان هذا من ضمن وهذا مبدأ اساسي في الشريعة الاسلامية، لانها تدور دائما على المصلحة المجتمعية وعلى مصلحة الافراد والمجتمع، وبخاصة في وقت الازمات. دكتور عبدالله، الناس في ناس بيفتحوا المساجد رغم انه في قرار باغلاق المساجد، وفي قلنا ناس هذا الكلام في البيان حضرتك، وقلنا انه هو حرام ولابد من تنفيذ يعني كلام الجهات المسؤولة والمختصة، لان طبعا هم الادرى بمثل هذه الامور، واحنا قلنا البيان الاول في هيئة كبار العلماء الصادر في 15/3 بجواز ايقاف الجمع والجماعات، وبناء عليه قامت وزارة الاوقاف في الوقت المناسب بتنفيذ هذا الامر، فيجب ان نستجيب، لان المشكلة الان
هو أن الفيروس ينتشر مع الاجتماعات ومع الاختلاط ومع ومع التزاحم. صح. فكيف نذهب إلى المساجد؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعقل ولم يأمرنا بالصلاة بدون تعقل. الصلاة في البيوت وفي جماعة هي لها نفس الثواب في المساجد تماما بتمام. لا، البيوت وجماعة في البيت، مش جماعة مع الأصدقاء. البيت. لا لا لا، في البيت هو وزوجته أسرته فقط لا غير. لأنه في ناس الجامع مقفول وبياخدوا بعض ويصلوا قدام الجامع. لا لا، هذا مخالف تماما يا أستاذ أحمد، وهذا ما هو موجود في البيان، والبيان واضح ومفصل بالأدلة من القرآن ومن السنة. تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي بيستغل الأزمات في دائما في الإساءة للدولة، بتشوفوه كهيئتكم بتشوفوا حضرتك إزاي؟ يا أستاذ أحمد، نحن نقول رأي الشرع، ورأي الشرع طبعا هو دائما وأبدا في صالح المجتمعات، ونشر الشائعات من أي جهة من إخوان وغيره هي أشد حرمة الآن، ولا يجب على العقلاء الانصياع لأي إشاعة، بل يجب على العقلاء في وقت الأزمات الاستماع إلى كلام المسؤولين المختصين، زي ما احنا بنقول الوقت الوقت وقت الأطباء، الطبيب هو اللي يتكلم، وقت فلان هو اللي يتكلم، من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. لا يستمع العقلاء إلى من ليس له صلة بأي أمور، وبخاصة اللي هم عاوزين يعني أثروا على استقرار البلد وغيره، وليس يعني يجب علينا دلوقتي إلا أن نقف يد واحدة في وجه كل الإشاعات وفي وجه كل من يريد تدمير المجتمع، لأن في الأول وفي الآخر إحنا الخسرانين. فعلى كل العقلاء في المجتمع الالتزام بكل التعليمات الصادرة من الدولة، لأن الدولة قايمة بدورها على أكمل وجه في هذا التوقيت، وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالعون، وكلنا يد واحدة في مواجهة. واجب الإشاعات. واجب علينا، حضرتك بتكلم على الدولة، احترام قراراتها وفي هذا الظرف والالتزام الشرعي بقرارات الدولة أيا كانت. في دون شك يا بيه، هي قرارات الدولة حينما تؤخذ بتؤخذ برأي العلماء. يعني هو الدولة حينما أوقفت الصلوات في المساجد، ما هي أوقفت بناء على رأي كبار العلماء. الشائعات، ما هي بتقول بلاش شائعات، بناء على رأي المختصين في الشائعات. فالدولة هي أي تسير وفق منظومة علمية واضحة المعالم، وبالتالي بتأخذ برأي الجهات المسؤولة والمختصة، فيجب علينا اتباع كل هذه التعليمات والإرشادات، لأنها في صالحنا جميعا، في صالحنا جميعا دون استثناء. في هذه تفضل. لا، في بعض الناس خلال الفترة اللي فاتت قال لك صيام رمضان وفي وباء، وبالتالي في ناس ما تصومش والناس تصوم. ايه الرأي الشرعي في هذا الأمر؟ طبعا يا أستاذ أحمد، أنا أمين عام هيئة كبار العلماء، أنا أنقل لك رأي هيئة كبار العلماء، وبالتالي بالنسبة لأي فتوى إحنا بنرصدها ومن ضمنها الفتوى اللي حضرتك بتقولها، فإن شاء الله ستخرج بها بيانات لاحقة. كل كام يوم كده لما تتجمع عندنا آراء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف أو في أي جهة في العالم، لأن الأزهر دعوته عالميا، إن شاء الله هنطلع بها بيان، بحيث إن إحنا نطمن الناس على رأي الشرع الحنيف الوسطي المعتدل الذي يعتمد عليه الأزهر الشريف. الحج هذا العام يا فندم، المملكة العربية السعودية قالت تريسه أوقفت، ونحن نؤيد هذا تماما، لأن هو الفكرة في الاختلاط والتزاحم والاجتماع الذي يؤدي إلى انتشار الوباء، وبالتالي كل عمل وكل شيء يؤدي إلى انتشار وتفشي الوباء نحن إذا منع فنحن نؤيده بكل قوة. مع قرار، لو في قرار بالمنع مع الأزهر الشريف، مع قرار منع الحج هذا العام. نعم يا فندم، ده هو السعودية خدته بالفعل وليس لم تأخذه. أنا هم قالوا تريسوا، يعني خطب الدول قالوا تريسوا شوية وأجلوا. نعم يعني إذا انقشعت الغمة، وإذا الجهة المسؤولة يعني أفادت أن كل شيء عاد إلى يعني طبيعته، إذا سيفتح باب الحج. ولكن وهل يعقل أننا نرضى عن هذا كمسلمين؟ هذا أمر يعني على النفس صعب، ولكن نحن نلتزم بالصحة العامة، لأن ده حياة الأفراد وحياة وسلامة الأبدان وسلامة النفوس مقدمة في الشريعة الإسلامية على كل شيء. فضيلة الدكتور عبد الله سرحان بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي لفضيلة الإمام دكتور أحمد طيب بشكرك شكرا جزيلا، وكل أعضاء هيئة كبار العلماء شكرا جزيلا. أمور واضحة، ما فيهاش أي لبس، زي ما بيقولوا كده طلع الزكاة، مش رمضان اللي جاي، أسبوعين ثلاثة اللي جايين، حتى رمضان إن شاء الله القادم، بعد القادم.
2021 رمضان 2020 ورمضان 21 واي فلوس واي زكاة واي اموال، قال لك حتى لمدة سنتين للي محتاج رقم واحد عمالة اليومية رق، قال لك ايوة طبعا يجوز هذا الكلام. فخلوا بالكم الامور هنا بنتكلم على هيئة كبار العلماء الازهر المرجعية العالمية مش مصر، العالم الاسلامي. اشكركم شكرا جزيلا، اشكركم، اشوفكم ان شاء الله الساعة 10 مساء.